نظام حي على كوكبنا الحبيب هو تعبير بليغ عن القدرة الهائلة للكون في تحقيق التوازن المثالي، ومن ثم القيام بما تمليه الحياة وهو الازدهار. الازدهار هو المسار الطبيعي للحياة. لنمعن النظر بواحدة من أعظم عجائب الدنيا، كيف أن بويضة صغيرة وحيواناً منوياً لا يمكن كبحه يمكنهما أن يتفاعلا في عملية تتوج بنهاية المطاف بنفس بشرية أخرى. كائن ذو قدرات كبيرة وإمكانيات لا حدود لها، ودماغ قادر على عمليات معقدة من التأمل الذاتي، وقدمان خلقتا للرقص والركض، وأصابع رشيقة بما يكفي لصنع سلة والعزف على الكمان ومداعبة وجه. إذا علمتنا الطبيعة شيئاً فهو أن الحياة تعني العمل، وعلى غرار كل الكائنات الحية هدفنا هو الازدهار. ومع ذلك بالنسبة لغالبية البشر على الكوكب لا تتعلق الحياة بالازدهار، إنها تتعلق بالبقاء، الصمود للعيش. هل هذا أفضل ما يسعنا القيام به؟ هل ناضل الكون على مدى 14 مليار سنة فقط كي ينتج جنساً ينتهي به الأمر عدواً للحياة نفسها ولمواطنه الخاص؟ لا أظن ذلك. أدعى فوستر جامبل، وقد أمضيت معظم عمري محاولاً اكتشاف ما يجري، ما يدور من أحداث تكون سبباً في المعاناة الكبيرة والحرمان على هذا الكوكب. لكوني شاباً مدفوعاً بالمعاناة التي شهدتها ومخاوف نجاة أبناء جنسي، شرعت برحلة للبحث عن أسئلة مثل: هل من الممكن للإنسان أن يزدهر؟ إن كان ذلك صحيحاً، فلماذا لا نكون نحن؟ أفضى بي البحث إلى أماكن لم أتوقعها، كاشفة عن أشياء مذهلة بدت أنها لا تمت لعملي بصلة، ولكن تبين فيما بعد أنها مرتبطة ارتباطاً حاسماً كما سترون. عثرت على شيفرة، نمط في الطبيعة ظهر في الفنون والرموز على مر العصور. أعتقد أن هذه الشفرة تحمل مفتاح ولوج مصدر جديد من الطاقة النظيفة والمستدامة، يمكنها أن تحدث ثورة في طريقة عيش كل البشر. فهمت مدى التلاعب في نظامنا الاقتصادي واكتشفت طريقة التعامل مع هذا الأمر. كشفت رحلتي عن طرق نستطيع من خلالها المطالبة بوقتنا لخلق أنظمة صحية حرة على الكوكب. وقد أدركت أن وجودنا ليس خطأً، وإنما نحن لا نفهم بما فيه الكفاية. وقد عمينا عن ذكائنا وحرمنا من قوتنا، غفلنا عن عبقريتنا ولم نعي مدى قوتنا الحقيقية وروعتها، ولكن كل ذلك على وشك التغير. أدعوكم إلى مشاركتي في الجزء المهم من رحلتي غير المتوقعة الحدوث. لقد قمت بابتداع هذا المستكشف للعبور بنا عبر الزمان والمكان. دعوني أكون مرشدكم. يمكننا الولوج عبر هذه الشاشة إلى ما أدعوه بالأساسيات، إنها معلومات مهمة لا نحصل عليها من شركات وسائل الإعلام التي دمجت في الولايات المتحدة لتصبح 5 شركات من أصل 50 في غضون 25 سنة فقط، سنستخدمها لمعرفة مآل أحوالنا. تتعقب هذه الشاشة إلى اليمين طريقة رسم خط بياني لمسار صحي ودائم للعيش على كوكب الأرض، أدعوها بالرؤى الاستكشافية. ستكون هذه بوصلتنا بدلاً من إبرة تتوجه نحو الشمال في حقل الأرض المغناطيسية. تأخذ بوصلتنا شكل الحقل نفسه، وهذا الشكل كما سيتبين لكم لاحقاً لديه تشعبات اجتماعية وتكنولوجية مذهلة. بعد عمر من الأبحاث بدأت أؤمن حقاً بأن هذا النمط بيده مفتاح الحل لعالم يلائم الجميع، لذا دعونا ننطلق.
ترعرعت في عالم من الامتيازات والقوة، ارتدت نخبة المدارس الخاصة وبعد ذلك جامعة برينستون، ولكون أنحدر مباشرة من أحد مؤسسي شركة بروكتر أند كامبل، جرى إعدادي كي أكون أحد مديري المؤسسة، لكنني اخترت طريقاً آخر. بدأ إدراكي يتطور وأنا في المدرسة الإعدادية. كان الكبار يعلمونني أن الوسيلة المثلى للنجاة من انفجار نووي هي الاختباء تحت مقعد الدراسة وتغطية رأسي. آنذاك بدأت تراودني أسئلة جدية. بعد سنوات قليلة اختبرت الطاقة الكونية مباشرة. حدث ذلك ذات يوم عندما كنت مستقلاً باص المدرسة وأحدق من النافذة. رأيت نمط دوامة وعرفت على الفور أن تدفق الطاقة الذي كنت أشاهده كان شبيهاً بالتدفق الموجود في الذرة وكل عناصر نظامنا الشمسي. شعرت إلى حد كبير بأنني أنا أيضاً مصنوع من النمط ذاته. ما رأيت حينها هو الذي جذبني أساساً إلى العلوم، إلى محاولة فهم كيفية عمل الكون ومدى تكيفنا نحن البشر مع نمط شامل من طاقة الحياة. علمت بعد سنوات أن النمط الذي شاهدته معروف لدى البعض في عالم العلوم، وأنه في عام 1921 نال ألبرت أينشتاين جائزة نوبل لاكتشافه أنه عند تحرير الطاقة في الكون ينتج من ذلك ظهور مجموعات صغيرة متكاملة. يخبرنا هذا النمط حقيقة الكثير عن كيفية تطور الحياة. آخذين بالاعتبار المعجزات الثابتة للخلق في أنحاء الكون وعدم الاستقرار في أعداد كبيرة من الأنظمة البشرية، اكتشفت أن تعلم الوسائل التي يخلق بها الكون الحياة ويحافظ عليها قد يكون فيه الكثير من الفوائد. كل واحدة من المجموعات الصغيرة المتكاملة التي اكتشفها أينشتاين تدعى الكوانتوم، أو في هذه الحالة النظرية الكمومية، وهي تتكون من العناصر المحيطة بها ولكنها مستقلة فيما بينها على غرار دوامة في المياه. تلك المجموعات لها نفس الأنماط دائماً بغض النظر عن حجمها، وهي إلى حد كبير معنية بمسائل تبدو غير مترابطة، كما هي حروب الشرق الأوسط والانهيار المالي العالمي وكيفية تحقيق العدالة للجميع. نحن على وشك أن نكتشف الطريقة. يدعو علماء الرياضيات هذا النمط بالطارة الدورانية. تتدفق الطاقة في الطارة الدورانية من جهة، وتدور حول نقطة الوسط وتخرج من الجهة الأخرى. إنها متوازنة وذاتية الانتظام ومتكاملة دائماً. تعرفت فعلياً إلى الطارة الدورانية بفضل العالم والمخترع آرثر يونغ. يشرح دوين إلجن كيف أن الطارة الدورانية هي النمط الأساسي الذي تستخدمه الطبيعة لخلق الحياة على أي مستوى. التطور يعني النمو والتوسع، فالسؤال إذن ما الذي يوسعه الكون؟ إنما يوسعه الكون هو أنظمة مدركة لذواتها، وبالإمكان رؤية ذلك عند أي مستوى. نظام التنظيم الذاتي مصطلح تقني لنظام يتمسك بنفسه، وهو أيضاً يعرف جوهريته. إذا بحثنا في الطبيعة يمكننا رؤية أشكال من تلك الأنظمة المنظمة لذاتها في كل مكان. يمكننا رؤيتها في قطعة برتقال نصفية أو قطعة تفاح نصفية. يمكننا رؤيتها في الطبيعة الحركية للأعاصير. يمكننا رؤيتها في الحقل المغناطيسي حول الأرض وفي حقل مغناطيسي مشابه حول فرد. كما يمكننا أيضاً رؤيتها في مجمل بنية مجرة من الدوامات. يمكننا رؤيتها في بنية ذرة. عند أي مستوى من تاريخه بأكمله، للكون مخطط واحد فقط.
ألا وهو خلق الطارات الدورانية. الكون مصنع للطارات الدورانية. تلك الديناميكا الدورانية مرئية على مستويات مختلفة، إحداها على مستوى المجرة التي هي عبارة عن تركيبات من دوامات هائلة تحتوي على مليارات النجوم. إنها أشبه بأذرع مجرية هائلة تدور في الفضاء، وفيها دوامات تنطلق من نقطة الوسط باتجاه جوانب الطوق المجري المحيط بها. تتحرك النجوم من السطح الدائري المجري على طول الطوق نزولاً نحو الدوامات والعودة مجدداً. نجوم نعرفها مثل أركتوروس سبق أن اتخذ هذا المسار. هذا هو الوصف المناسب حتى للغلاف الجوي حول كوكبنا. تتجه الرياح من القطب الشمالي باتجاه خط الاستواء وتعود مجدداً. حتى الدينامية على سطح الشمس شبيهة بهذا النمط. بالطبع هنا نحن ننظر إليه من وجهة نظر خارجية على مستوى نموذج صغير، وعندما تنظر إلى النظام الشمسي الموجود داخل المجرة وداخل الكتلة وداخل الكتلة الهائلة، فإننا نسافر في بحر لا حدود له من الطارات الدورانية غير المتناهية. الطارة الدورانية تشبه تنفس الكون، إنها الشكل الذي تأخذه الطاقة المتدفقة على أي مستوى من الوجود. لكن هناك أيضاً هيكلية أساسية حول تناسق التدفق، نوعاً ما مثل هيكل عظمي. هذا يدعى توازن المتجهات، وهو مصطلح ابتكره واحد من أهم مفكري القرن العشرين، باكمنستر فولر. بعدما ألهمتني أعمال فولر الحالمة، أمضيت عقوداً في البحث عن الحركات الدينامية وتوازن المتجهات والطارة الدورانية. أصبحت من أشد المتحمسين للقوة الكامنة في أشكال الطاقة الحلقية، فساهمت في تأسيس مجموعة متعددة التخصصات الفكرية عام 97، وسميناها سيكويا سيمبوزيوم لدراسة هذا النمط واكتشاف تطبيقاته العملية. أقنعتني الأبحاث التي جمعناها بأن الطارة الدورانية وتوازن المتجهات هما نمطان أوليان أساسيان لإبداعات الكون على جميع المستويات. خلال لقاءات سيكويا سيمبوزيوم علمت أن مخترعين ادعوا أنهم كانوا يستخدمون دينامية الطارة الدورانية كأساس للأدوات التي تولد الطاقة من دون احتراق. هذا التطور الثوري الذي يتمثل بما يسمى أحياناً النقطة الصفر أو الطاقة التحريضية أو الطاقة المجانية هو ما يسمونه اليوم بكل بساطة تقنية الطاقة المتجددة. بعد الأخذ بالحسبان أن المعاناة الهائلة التي نعيشها في عالمنا هي نتيجة النقص في الحصول على الطاقة، أدركت أن الطاقة النظيفة غير المحدودة والمجانية ستكون واحداً من أكبر الإنجازات في التاريخ البشري. لن تطور نوعية الحياة على الكوكب، بل ستحولها بالكامل. لذا بدأت أتساءل من عرف أيضاً بأمر هذا النمط أو عن هذا المصدر القوي للطاقة الكامنة. أثبت لي بعض العلماء في سيكويا سيمبوزيوم كيف جرى ترميز الطارة الدورانية في مختلف الثقافات منذ آلاف السنوات. من الواضح أن الثقافات القديمة ثبتت ذلك النمط في أكثر المكونات ديمومة، في الروايات والرموز والأبجديات والمباني. نحن هنا في أحد أقدم المواقع المقدسة، وهو معبد أوزيريس في مدينة أبيدوس في مصر. عثر على عدد قليل من الكتابات في معبد أوزيريس، غير أن هناك معلومة فريدة ومهمة جداً في هذا المعبد. إنه رسم باهت جداً ولكنه واضح، ليس محفوراً في الصخر وليس منحوتاً، إنه مطبوع حرقاً في التركيبة الذرية للصخرة بطريقة استثنائية.
تمكن نسيم من فك الرمز الأوزيري بثلاثة أبعاد، بما أن عالمنا يتمثل بأكثر من بعدين اثنين، يصبح مفهوماً أن الرموز التي تنقل المعلومات حول عالمنا لن تكون محصورة بالتصاميم المسطحة. إن نسخته الثلاثية الأبعاد للرمز الأوزوري تبدأ بتوازن المتجهات، وهو حقل قوة كامل التوازن مع 12 خطاً متساوياً من الطاقة تشع منه، وتثبت نقطة الوسط كما يفعل الاثنى عشر شعاعاً في الدولاب. النموذج الأولي للطاقة المتوازنة المتدفقة حول هذه البنية هي الطارة الدورانية. نتوسع من هنا إلى المستوى التالي الأكبر، مجموع 64 هرماً تدعى رباعية السطوح. أما إذا وضعنا دوائر تمثل حقل الطاقة الدائري المحيط بكل هرم، ثم نفلت الأهرام، فينتهي بنا الأمر بمصفوفة تمثل على نحو مذهل الرمز الأوزيري، وهو نموذج ثلاثي الأبعاد لنفس النمط الذي طبع حرقاً على الحائط الصخري في المعبد المصري منذ آلاف السنين. نسافر الآن عبر القارات من مصر إلى الصين، حيث تظهر الهندسة نفسها في موقع مقدس آخر بني عام 1420. Then you go to the forbidden. ثم تذهب إلى المدينة المحرمة حيث تسكن آلهة الشمس، وهناك يمكنك العثور عند المدخل على كلاب الفو، وهم أوصياء المعرفة، إنها تحرس المعرفة الموجودة تحت مخالبها. نفس الهندسة ل64 وحدة من الطاقة مطبوعة مرة أخرى. بدأت أتساءل عما إذا كان الأمر مجرد صدفة أن يظهر نفس الرسم في أماكن مهمة في قارتين مختلفتين. لكن لاحقاً أراني نسيم أن الهندسة المكونة من 64 وحدة هي عبارة عن وقت مرمز، ومرة أخرى موجودة في حضارات عبر العصور وفي كل أنحاء العالم. تخلق شجرة الحياة العبرية الصوفية المعتقد نفس النظام الذي سبق أن رأيناه، مع توازن المتجهات الموجودة مرة أخرى في كل مستوى. ترتكز منظومة الحكمة الصينية القديمة المسماة آي تشينغ على 64 نجمة سداسية ورموز من 6 خطوط في كل مجموعة، بعضها متواصل وبعضها متكسر. يمكن ربط هذه معاً كما هي حال الأطراف الستة للرباعي السطوح، ومعاً تؤلف باللورة من 64 رباعياً مسطحاً. يظهر نفس هذا النمط في الأبحاث العلمية الحديثة، إذ يملك اللولب الثنائي 64 بصمة وراثية تستخدم لترميز الحمض النووي البشري. اكتشفت أن هناك معارف متطورة للهندسية الحية للكون عمرها آلاف السنين، لكن كيف استطاعوا سبر أغوارها؟ تتحدث معظم قصص مصر الفرعونية وحضارتي المايا والإنكا عن آلهة الشمس التي تأتي إلى الأرض لتعليمهم الهندسة والكتابة وكل ما له علاقة بالعلوم. بدأت أتساءل عما إذا لم تكن كل آلهة الشمس تلك حضارات متطورة أتت من جهة أخرى من المجرة، تتحدث عنهم تلك النصوص في العديد من الثقافات القديمة على أنهم يأتون على متن مركبات طيارة أو في آلات طائرة، كما هي الحال في الثقافة الهندوسية القديمة. هناك العديد من الانطباعات عن مجيء آلهة الشمس عبر الزمن. هل يمكن أن يكون هؤلاء الطيارون القدماء الآتون من عوالم أخرى مسؤولين عن نشر معارفهم المتعلقة بهذا النمط؟ هل يمكن أن يكونوا استخدموا تلك القوى للسفر عبر الكون؟ لم أتوقع أن توصلني أبحاثي إلى هنا، لا سيما أن تلك الانطباعات كانت تقود عالمي، لكن مع نسيم براهين دامغة تدعم نظريته.
ولم أكن أرى أي منطق وراء وجود مفاهيم متقدمة في الرياضيات والفيزياء جرى تدوينها منذ ما يزيد على 3000 سنة. التمست العون من أكثر المحققين معرفة، وهو الدكتور ستيفن غرير، مؤسس مركز دراسات الكائنات الفضائية الذكية، وكان قد أجرى مئات المقابلات مع شهود حكوميين وعسكريين رفيعي الشأن. عندما تطرقنا إلى الكائنات الفضائية الذكية، كنا نتحدث عن الحضارات التي وصلت إلى نقطة حساسة كحالتنا، لكن مع تقنيات وربما قدرات اجتماعية مكنتهم من أن يصبحوا حضارات تجوب المجرات أو الكواكب. وعندما تواجه واقعاً تصل فيه معظم التقديرات التقليدية في مجرة درب التبانة وحدها إلى ما لا يقل عن 10,000 كوكب شبيه بالأرض يمكن أن تعيش عليها كائنات ذكية، وأن نصفها على الأقل قد تكون بمثل تطورنا أو حتى أكثر. من المؤكد أن هناك حياة ذكية في مكان ما تمكنت من السيطرة على قوانين الكون بدرجة أكبر بكثير مما نتعلمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو الكالتيك، وأن بوسعها التنقل عبر الزمان والمكان في الوقت الفعلي وعبور مسافات هائلة بين المجرات. لدينا ما يقرب من 3500 حالة طيران، وهناك مئات الحالات من ضمنها حالات وثقها أعلى المحققين مرتبة في وكالة الطيران الفيدرالية، حيث جرى تعاقب تلك الأجسام على الرادار وهي تسير بسرعة 10,000 أميال في الساعة ثم تختفي وتظهر في نقطة أخرى من السماء. نعم، كانت هناك زيارات لمخلوقات فضائية، وهناك حالات تحطم لمركبات، وهناك حالات عثور على أغراض مادية وأجساد. جرى التواصل مع غرباء ممن ليسوا مواطنين لأحد البلاد الأخرى، لكن من أنظمة شمسية أخرى، وقد شهدت ذلك. ثمة وثائق اطلعت عليها تتعلق بالحاملة روزفلت تؤكد حصول حالات طيران لصحون طائرة خاصة بعدما حملت أسلحة نووية على متنها. فسألني زميلي جوردن: ماذا لديك في سجلك؟ لم يحدث هذا من قبل. رأى الفريق المناوب والفريق غير المناوب صحناً طائراً يحلق في السماء، كان جسماً معدنياً دائرياً، ومما علمته فقد عطلت جميع الصواريخ، هذا يعني أنها فقدت فعاليتها، لقد عطل شيء ما تلك الصواريخ. لا تنسى أن كل تلك الأجسام تسافر بسرعة 10,000 ميل في الساعة، لذا يطلق ذلك الشيء شعاعاً من الضوء على الرؤوس الحربية ويصيبها، ثم يحلق ذلك الشيء هكذا. في غضون ذلك نقوم نحن بهذا، ثم يطلقون شعاعاً آخر من الضوء وينزل على هذا النحو، ثم شعاعاً آخر، وبعدها يحلق الجسم إلى نفس الجهة التي أتى منها وتتعطل الرؤوس. شعرنا حينها بأن ذلك الشيء لابد أن يكون من الفضاء الخارجي. أخذوا الفيلم ونظروا إلى الجزء الذي يظهر فيه الجسم الطائر والتقطوا مقصاً وقطعوه، ثم وضعوه على بكرة منفصلة وأخفوه داخل حقيبة. ناولوا الرقيب مانسمان بقية الفيلم وقالوا له: لسنا بحاجة إلى تذكيرك رقيب مانسمان بخطورة البوح بالأمر، سنعد القضية مغلقة. من قد تخبره بأنك متورط بأمور متعلقة بحادثة صحن طائر ولا ينظر إليك على أنك مصاب بالجنون؟ من بين كل الدلائل على وجود الصحون الطائرة، هناك ظاهرة واحدة خارجة عن الطبيعة ما زالت تثير إعجابي وتلهمني، إنها الظهور العالمي لما يسمونه دوائر المحاصيل. تظهر تلك الأشكال المتقنة على نحو غامض مثل الدوامات على محاصيل الحبوب بطريقة تكون فيها سيقان النباتات منثنية من دون أن يصيبها أي أذى. ظهر على 5,000 من تلك الأنماط في أكثر من 30 بلداً، لكن معظمها في إنجلترا. دفعت وسائل الإعلام الكثير من الأشخاص وأنا من ضمنهم إلى الاعتقاد بأن تلك الأنماط هي مجرد خدع قام بها البعض على سبيل التسلية خلال عتمة الليل. بالطبع هناك بعض الأشكال المزيفة من صنع البشر، لكنها غير متقنة مقارنة بالأغلبية الساحقة للأعمال الإبداعية الراقية. هل يمكن أن يكون المخادعون قد ابتدعوا كل من 5,000 نمط الموثق؟
هل بمقدور قلة من الأشخاص بمساعدة الحبال وألواح الخشب أن يبتدعوا أشكالاً معقدة وجميلة كهذه؟ وأن يصنعوها تحت جنح الظلام وتحت المطر ومن دون أن يخلفوا أي آثار أقدام على التربة؟ الحقول الكهرومغناطيسية فوق المناطق التي سويت فيها المحاصيل بالأرض لخلق تلك الأشكال هي في الغالب مشحونة بالكهرباء الراكدة. بعض تلك المناطق مليئة بجزيئات ممغنطة غريبة. أحد تلك الأشكال المذهلة ليس دائرياً بل شكل مستطيل يبدو أنه إجابة مباشرة عن رسالة بعثت إلى الفضاء الخارجي عام 1974. كانت الرسالة عبارة عن بث موجات راديو يحدد موقع كوكبنا في المجموعة الشمسية ويصف شعوب الأرض على أمل أن تلتقطه وتترجمه كائنات فضائية ذكية. بعد مرور 27 عاماً يظهر عام 2001 ذلك الشكل على المحاصيل في إنجلترا إضافة إلى ما يمكن أن يكون صورة شخصية للمرسل. تتطابق هذه الإجابة مع البث اللاسلكي لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا التي تصف منظومة شمسية تختلف عن مجموعتنا الشمسية. صورة للمرسل حمضاً نووياً غير بشري وهوائي موجات قصيرة يبدو أنهم يستعملونه للتواصل بدلاً من هوائي موجات الراديو الذي نستعمله. ظهر رمز الهوائي منذ سنة مضت في نفس الحقل بالتحديد إلى جانب هوائي شغال لموجات الراديو شبيه بالهوائي الذي استخدمته ناسا لإرسال البث الأصلي. تواصل ناسا نفيها رسمياً أي اتصال مع كائنات فضائية من أي نوع. ومع ذلك تظهر تلك الأشكال المذهلة سنة بعد أخرى. ماذا يمكن أن تعنيه تلك الأشكال الرائعة؟ هذه بعض الأشكال ذات البعدين التي يبدو أنها تكشف عن الطارة الدورانية في أبعاد ثلاثية. وهذا هو توازن المتجهات. والنمط ذو الأربع والستين الذي رأيناه مصوراً في فنون عدة ثقافات قديمة. عندما تبينت الترابط بين دوائر المحاصيل والرسوم القديمة فكرت في أنه أياً كان الذي صنعه وأصله فلابد أن هناك هدفاً مهماً لها. بدأت أعتقد أن أنماط الطارة الدورانية وتوازن المتجهات وخاصة التي تظهر على هيئة بلورة من 64 رباعياً مسطحاً تبين لنا كيفية عمل الطاقة في الكون كي نتعلم المواءمة معها. أعتقد أنها تقدم إلينا نموذجاً نقتدي به لاستخدام الطاقة بطريقة سلمية ونظيفة وغير محدودة، وكذلك وسيلة متقدمة في قوة الدفع. هل هناك من رسالة أهم لإطلاعنا على وجهة نظرهم؟ وخصوصاً في هذه المرحلة؟ ولا سيما أننا شرعنا في توسيع آفاقنا لما بعد كوكبنا؟ حصلت على مزيد من التأكيدات عندما التقيت الدكتور جاك كاشر البروفيسور المتقاعد في الفيزياء من جامعة نبراسكا الذي قام هو الآخر بالبحث عن ظاهرة الصحون الطائرة. قدم الدكتور وهو يحاضر في سيكويا سيمبوزيوم مجموعة من الرسوم لإحدى النساء وهي تدعى لاين أندرو، ادعت أنها دعيت لزيارة إحدى السفن الفضائية.
ذهلت من رؤية رسومها المفصلة لحقل الطاقة المقببة الذي قالت إنه هو الذي دفع المركبة وأمن الحماية للركاب. قابلت بعد ذلك جيمس جيليلاند الذي صور ساعات عدة مشاهد صحون طائرة من مزرعته بالقرب من جبل آدامز في ولاية واشنطن، وقد ادعى أنه زار إحدى مركباتهم الفضائية. ما أدهشني في الأمر هو أنه لم يسبق له أن قابل لاين أندرو ولم يكن يعلم شيئاً عن تجربتها، ومع ذلك وصف إحدى الظواهر وصفاً مذهلاً، سفن عدة ذات حلقات دوارة من الضوء. هل يعقل أنه محض صدفة أن يصف جيمس ولاين نفس حركة الطارة الدورانية؟ وأن هذين الشخصين ضايقتهما كثيراً وكالات حكومية وعسكرية؟ بالنسبة إلى البعض، مجرد فكرة الصحون الطائرة هي ضرب من الجنون، ومع ذلك من وجهة نظر مختلفة هي تبدو معقولة بالكامل. يبلغ عمر الأرض حوالي 4.5 مليار من السنين، 4500 مليون سنة. ماذا لو كان هناك كوكب آخر شبيه بكوكبنا إلى حد كبير، تقريباً إلى حد كبير، وعمره 4500 مليون سنة؟ إنهم يسبقوننا بمليون سنة، وعلى مقياس مجري إنهم تقريباً إخوتنا التوأم. أين سنكون بعد مليون سنة من الآن؟ سنكون قد حللنا كل تلك المشاكل، وهناك طريقة أخرى، سواء أكانت ثقوباً دودية أم فضاءً مطوياً، لابد من وجود طريقة لتوليد الطاقة لتتمكن من سحبها خارج الفراغ، وحقيقة وجودهم هنا تؤكد لنا أنهم اكتشفوا الطريقة. هذه صدمة أساسية للأنظمة البشرية العاملة حالياً. أتفهم لماذا الأشخاص الذين يأملون الوصول إلى مراكز سياسية ريادية وغيرها لا يجرؤون على الاقتراب من السؤال. هذا لأنه تحدي رئيسي على مستوى الكوكب. ها نحن هنا، جنس غير ناضج نسبياً يناضل مع احتمالية تدمير ذاته. إذا كان استخدام الطارة الدورانية هو مفتاح الحل لولوج شكل جديد من الطاقة النظيفة والآمنة، فتصوروا النتائج. قد تكون هذه أهم الإنجازات التقنية في عصرنا. إذن من منا لا يريد الحصول على مصدر غير محدود للطاقة المتوافرة مجاناً؟ يبدو أن هذا هو أحد الأسئلة الأساسية، وهذا ما قادني إلى البحث التالي. تبين أن العلماء كانوا يطورون منذ أوائل القرن العشرين وسائل بديلة للحصول على الكهرباء من دون اشتعال. اعتقد نيكولا تسلا أنه توصل إلى ما يدعى الطاقة المشعة. يعتقد الكثير من العلماء أنه كان يحاول الولوج إلى ما يعرف الآن بالطاقة المجانية. لكن قبل أن ينتهي تسلا من مشروعه، أدرك مموله المصرفي جي بي مورغان الذي كان يملك حصرية احتكار النحاس المستخدم في الأسلاك الكهربائية كيف سيؤدي اختراعه إلى إيصال الكهرباء من دون أسلاك، فتوقف عن تمويل المشروع. أحرق مكتب تسلا ونفي لا لشيء إلا لأنه حاول أن يحقق رؤيته في طاقة غير محدودة لجميع الناس. ألهمت أعمال تسلا وإمكانية استخدام الطارة الدورانية العالم آدم ترومبلي أحد المخترعين المعاصرين. صمم ترومبلي مولداً ينتج تياراً متواصلاً لتوليد الكهرباء من الهواء مباشرة. كنا نحاول إثبات ذلك من خلال تقليد الحقل المغناطيسي لكوكب الأرض، وبتدوير ذلك الجهاز كنا نخلق بالفعل مولداً يمكن أن يعمل، وقد عمل بالفعل وهو يعمل بالفعل. لذا عندما نتأمل الطبيعة ونتأمل كوكب المشتري أو مولداً شبيهاً بالأرض يدور في الفضاء، فإننا نتحدث في الحقيقة عن مغناطيس يدور في الفضاء. تتحرك خطوط الدفق المغناطيسي إلى الأسفل وإلى الداخل في هذا النمط المقبب للحقل المغناطيسي، كما أنه يتوسع ويتقلص، إنه يتنفس، إنه يأخذ طاقة الفضاء ويقوم بتحويلها. لدينا ما يكفي من الطاقة في هذا المقبب لتحويل كوكب الأرض بكامله. تأمل نتائج هذا الأمر. هذا يعني أن كل حيز على كوكب الأرض يحتوي على الطاقة. كل شخص على كوكب الأرض لديه الطاقة. كلنا لدينا الوفرة الكونية.
دعي ترامب لاختبار أحد مولداته في الأمم المتحدة ومجلس الشيوخ الأمريكي، لكن إدارة بوش الأولى قوضت تلك النشاطات، ثم صودر الجهاز من خلال غارة حكومية. ليست تجربة ترامب فريدة من نوعها. تقريباً في كل مرة أعثر فيها على مخترع لتقنية جديدة واعدة في حقل الطاقة المجانية، كان يخبرني نفس القصة من القمع. بدأ المخترع جون بيديني عمله بنظرية تسلا للطاقة المشعة منذ عقود، وأنتج مجموعة من أجهزة شحن البطاريات التي تولد طاقة أكبر مما تتطلب لتشغيلها. أعلن أنه سيبدأ عرضها بأسعار أقل كلفة، ولم يمض وقت قصير حتى تعرض لهجوم في مختبره وحذر من عدم إنتاج الأجهزة، وللحفاظ على سلامته تخلى عن تسويق أجهزة الطاقة المجانية. كانت هذه أجهزة من مختبرات زرتها شخصياً. من الواضح أن نوعية هذا الشريط رديئة ولا أتوقع أن تقتنعوا. ما أقوله هو أن وجودي مع هؤلاء المخترعين ومصاحبة الخبراء ومشاهدة هذه الأجهزة من الطاقة الجديدة وهي تعمل أقنعتني بأن التقنية حقيقية وأن نتائجها بالنسبة إلي هي بالتأكيد مذهلة. لم يخترع الكندي جون هاتشيسون بعض البطاريات التي تعمل بالطاقة المجانية فحسب، لكنه استخدم أيضاً نظريات تسلا لمقاومة الجاذبية كي يجعل الأشياء تطير من ذاتها. يمكن لهذا الاختراع أن يغير على نحو ثوري مجال حركة الدفع، فجرت الإغارة على مختبره وصدرت الشرطة والمسؤولون الحكوميون المعدات في أعوام 78، 89 و2000. أحد العلماء الذين كنا على وشك مقابلتهم لهذا الوثائقي كان الدكتور يوجين مالوف، وهو مهندس للتكنولوجيا في جامعة هارفارد ومحرر مجلة الطاقة اللانهائية التي تطلع بالتطورات النظرية والتقنية للطاقة المتجددة، إلا أن الدكتور يوجين تعرض للضرب حتى الموت على نحو غامض عام 2004. تساءلت لو أن كل هؤلاء العلماء كانوا دجالين ومحتالين، فلماذا إذن تعرضوا للقمع على الدوام وبعنف؟ سألت مخترع الطاقة المجانية آدم ترومبلي لماذا باعتقاده تقمع هذه التقنية وإذا ما كانت الصحون الطائرة مرتبطة بالمسألة. قال: أشخاص عسكريون رفيع الشأن عرضوا أنفسهم لمخاطر جمة إن الأمر حقيقي. لماذا في رأيك لا ترغب المجمعات الصناعية العسكرية في أن يكون الأمر حقيقياً؟ لأنك ستبدأ بالتساؤل عن نوعية التكنولوجيا، هذا هو العامل الأساسي. تقمع ظاهرة الصحون الطائرة بالتساوي مع ظاهرة الطاقة المجانية. تستخرج الطاقة من نسيج الفضاء الذي يحيط بنا، وهذا يعني أنه لا يمكن قياسها. هذا تهديد مباشر للقطاع الأوحد الأكبر في العالم، ألا وهو الطاقة. وداعاً إكسون موبيل، وداعاً للنفط، وداعاً للفحم، وداعاً لشبكات توزيع الكهرباء من خلال خطوط الكهرباء، وداعاً لكل هذا. لسوء الحظ إنها حصالة نقود أحدهم البالغة 200 تريليون دولار. تبلغ احتياطيات النفط والغاز والفحم الحجري ما يربو على 200 تريليون دولار. قد تغير هذه المعلومات تماماً القوة الجيوسياسية. أكثر من أي شيء آخر في التاريخ البشري المدون. وقد يحدث هذا بعد جيل من الزمن. بدأت التحقق من الحلول الجذرية، وقد أدهشني اكتشاف أن تلك المفاهيم أثبتت في مئات المختبرات حول العالم، ومع ذلك لم ترى النور إلى يومنا هذا. بدلاً من تحطيم الأشياء بعضها مع بعض ومحاولة السيطرة على قوة الانفجار، تعتمد هذه التقنيات على الاندماج، أي على الرقص مع ما هو طبيعي. إن المقام المشترك لكل أجهزة الطاقة المجانية التي رأيتها هو المحاكاة بطريقة أو بأخرى لشكل طاقة الطارة الدورانية.
لست مجبراً على الإيمان بتقنيات الطاقة المجانية والقلق من اضطهاد الأفكار والاختراعات. وجدت نفسي أتساءل: يا لها من طريقة مثلى لتبرير اعتمادنا على النفط، الفحم، الطاقة النووية وغيرها من التقنيات الخطرة والقذرة، بدلاً من الادعاء أنه ليس هناك من بدائل أفضل وأرخص. إنها زوجتي الحبيبة وشريكتي المبدعة هي التي بقيت تستعيدني إلى المفهوم الإنساني لأبحاثي العلمية. بالنسبة إلي وبرغم سحر الطارة الدورانية ورجال الفضاء والطاقة المجانية، إلا أن أكثر الأسئلة إثارة كان: هل يساعد فهم تلك الأشياء حقيقة على رفع المعاناة عن البشر بطريقة أو بأخرى؟ وتبين لي أن ذلك ممكن. إن الكثير من المعاناة على كوكبنا تتأتى من عدم القدرة على الاستحصال على الطاقة. هل بإمكانك البقاء دافئاً؟ وهل بوسعك الحصول على الطعام والمياه؟ وهل بمقدورك تلقي العناية الطبية؟ يتوقف كل هذا على الاستحصال على الطاقة. لو كان هناك نمط أساسي بحيث أن التطور يكون فعالاً بهذه الطريقة، وأننا نستطيع المواءمة مع هذا النمط لخلق تقنيات جديدة يمكنها حل تلك المشاكل، فالمسألة إذن تستحق الجهد لشرح صدري للمواضيع الاجتماعية المحظورة. لو وضعت تقنيات الطاقة المتجددة في متناول جميع البشر مجاناً، فسيكون التغيير هائلاً، وسيؤثر هذا في الجميع، وستكون قابلة للتطبيق أينما ذهبت. هذه التقنيات هي أهم شيء على الإطلاق يمكن أن يحدث في تاريخ البشر حول العالم. بالرغم من المجازفة، إلا أنني طرحت السؤال التالي: من هو المستفيد من قمع الأبحاث العلمية؟ من من أصحاب الثروات والنفوذ يضرهم الحصول على طاقة مجانية ونظيفة؟ من لديه الحافز لإيجاد عالم يحصل فيه القلة على الكثير والغالبية على القليل؟ أنا باحث مستقل، لذا أخذت بواحدة من القواعد الأساسية في التحقيق الصحفي: إذا أحاط الغموض بإحدى القصص فتعقب المال. يضمن اعتمادنا على النفط استمرارية شركات الطاقة في جني أرباح خيالية. أراهم يضعون اليد على موارد هائلة كي يقوضوا بدائل الطاقة ويسيطروا على الاحتياطات العالمية ويحافظوا على الأسعار المرتفعة للنفط. يملكون ما يكفي من المال والنفوذ لقمع أي شيء يمكن أن يهدد احتكاراتهم. هم الذين وراء شركات الطاقة الهائلة. بدأت إمبراطورية روكفلر للنفط أعمالها عام 1870 عندما أسس الدكتور جون دي روكفلر ستاندرد أويل وأصبح أول ملياردير أمريكي. تحولت ستاندرد أويل منذ ذاك الحين إلى إكسون موبيل وغيرها. تسيطر روكفلر على غذائنا أيضاً، إنهم مسؤولون أساساً عن الانتقال العالمي إلى ذراعة تعتمد على البترول بنسبة كبيرة. أذكر ما يسمى بالثورة الخضراء لستينيات وسبعينيات القرن الماضي. اعتقدت كما معظم الناس أن ذلك كان شيئاً عظيماً، لكنها مع ذلك اعتمدت على زراعة مساحات واسعة من الأراضي بمحصول واحد وباستخدام كميات هائلة من الأسمدة ومبيدات الأعشاب والحشرات المستخرجة من النفط. كانت الثورة الخضراء من بنات أفكار قسم العلوم الطبيعية في مؤسسة روكفلر بشراكة مع مؤسسات زراعية كبرى. وفرت الزراعة المبنية على البترول أرباحاً جديدة هائلة للصناعة النفطية، لكنها لم تفي بوعودها به لناحية إنهاء المجاعة وتحسين الظروف الصحية. أسهمت الثورة الخضراء في زيادة الإنتاجية في بادئ الأمر، لأنه جرى استغلال كل حبة تراب للإنتاج المباشر، لكن كلفتها الحقيقية يمكن رؤيتها الآن من خلال دفع المكلفين مليارات الدولارات على هيئة إعانات مالية للمؤسسات الزراعية واختفاء المزارع العائلية الصغرى من الوجود وتدمير التنوع البيولوجي وتسمم العمال الزراعيين بالمواد الكيميائية السامة وتلويث الأرض والمياه والموارد الغذائية وتعريض صحة البشر للخطر. وبدءاً بعام 2010 أخذ يعاني قرابة واحد من أصل 7 أشخاص عبر العالم عدم الكفاية في الغذاء. كانت الشركات الكبرى التي أحضرت معها كل تلك المواد الكيميائية للزراعة الصناعية الكيميائية تتحدث عن 3 أدوات لتعزيز السلسلة الغذائية. أولها الهندسة الجينية كوسيلة للسيطرة. ثانيتها تسجيل الحبوب والحياة على أنهما براءة اختراع كوسيلة للسيطرة، وإعلان الحبوب ملكية خاصة، ومعاملة المزارعين الذين يحفظون الحبوب كمجرمين يسرقون الملكية الفكرية،
وثالثتها كان ما نلعوه اتفاقيات التجارة الحرة التي تحرم الناس العاديين والمزارعين ومربي الشتول حرية حفظ الحبوب. إن تصميم تقنية الإبادة لخلق حبوب عقيمة من أجل فرض اعتماد البشرية أكثر على حفنة من الشركات والهدف الأعظم. إننا من خلال ما نفعله بالحبوب نخلق لأول مرة في التاريخ استعماراً جديداً، وهو ما أدعوه استعمار مستقبل البشرية. إذن سيطرت نخبة العائلات المصرفية وشركاتهم على مجالي الطاقة والغذاء، وبدأت العواقب تأخذ منحناً تدميرياً. بدأ الأمر بالنسبة إلي صاعقاً أول الأمر عندما اكتشفت هذا النوع من احتكار النفوذ، لكني أدركت أن من المهم إدراك أن لديك وباءً خطيراً لكن يمكن الشفاء منه. هذا يساعد على التعرف على الوباء ومسبباته إذا كان الهدف الشفاء منه. لذا تابعت تحقيقاتي. إذا كانت عائلات مصرفية كبيرة تسيطر على الغذاء والنفط، فما هي المجالات الأخرى التي يظهر فيها هذا النفوذ؟ بعدما تتبعت مسار رأس المال، بدأت أتبين نفس النمط تقريباً في كل مجالات حياتنا، وكنت أكتشف اليد الطولة لنفس العائلات، إما من خلال مصارفها وشركاتها أو من خلال مؤسساتها الاجتماعية الرئيسية. مرات أخرى كانت عائلة روكفلر هي التي أوجدت الجمعية الوطنية للتعليم بمساعدة من مؤسسة كارينجي وفيما بعد من مؤسسة فورد. كان أباطرة الصناعة يهدفون إلى أن تخرج مدارسنا قواً عاملة مطوعة يمكن أن يكون أفرادها موظفين خاضعين ومستهلكين شرهين. تهدف المدارس إلى ترسيخ عادات ثابتة من الرضوخ للسلطة. لهذا يستغرق التعليم 12 عاماً. عليك أن تستجيب تلقائياً لما يمليه عليك شخص في موقع السلطة. كما هي حال التعليم، فقد سيطر رأس المال والشركات على القطاع الصحي. مثلاً الجمعية الطبية الأمريكية ممولة بنسبة كبيرة من روكفلر، ويستخدمون تمويلهم للتأثير في أبحاث الجمعية وصانعي القرار. يأخذ طبيب الصحة خلال السنوات الأربع في المعهد الطبي مقرراً دراسياً واحداً في التغذية من ساعتين في كثير من الحالات، والمواد المستخدمة في الدراسة يوفرها المجلس الوطني لمشتقات الحليب واللحوم والمواشي والسكر وغيرها من الصناعات، مع وجود منتجات للبيع مضرة بالصحة في المقام الأول. لسوء الحظ، الطريقة التي تأسس فيها النظام الدوائي والتعليم الطبي ممولة أساساً من مصانع الأدوية. لهذا السبب هناك حافز لصناعة وبيع أكبر عدد ممكن من الأدوية، كما أنها وسيلة سريعة لجني الأموال بالنسبة إلى الطبيب ومصانع الأدوية، وكذلك بالنسبة إلى كل المؤسسة الطبية، إلا أن هذا يطيل أمد المشاكل التي يفترض بهم التخلص منها. العوارض: الغثيان، جفاف الحلق والإمساك. النقص في خلايا الدم البيضاء يمكن أن يكون خطيراً، إسهال، غثيان ونعاس، قد يؤدي هذا إلى الغيبوبة أو الموت. إلى أي مدى يمكن أن تذهب هذه القوى من أجل الربح؟ هل يمكن أن يعوقوا علاجات الأمراض بنفس الطريقة التي قمعوا بها تقنيات الطاقة المتجددة؟ للأسف، فقد أظهرت دراسات أن الجواب هو نعم. أحد الأمثلة الموثقة يتعلق بالدكتور رويال رايف. عام 20 اخترع الدكتور رايف أحد أكثر المجاهر تطوراً في عصره، وقام أيضاً بتطوير تقنية جديدة سماها الرنين المتناسق، التي اتضح أنها كانت قادرة على تدمير الأورام السرطانية والفيروسات. في عام 34 أقيمت تجارب مخبرية بالتعاون مع جامعة جنوب كاليفورنيا لاختبار علاج رايف على 16 مصاباً بآخر مراحل السرطان، وخلال 3 أشهر عولجوا جميعاً بنجاح. بعد وقت قصير من الاختبار أحرق مختبر تجارب تقنية رايف، وأقيمت دعوى قضائية كاذبة. بفضل جهود موريس فيشباين مدير نشرة الجمعية الطبية الأمريكية، جرى إسكات رايف وتدميره، وغدت أعماله اللامعة والواعدة طي النسيان.
كان من الصعب بالنسبة إلي تصور إمكانية أن يقوم أحدهم بإعاقة العلاجات، ولا سيما أن السرطان تفشى في عائلتي كما لو أنه نهر جارف. اكتشفت أن الأمر كله يتعلق ببراءة الاختراع. إذا تمكنت شركة تصنيع أدوية من الحصول على البراءة وجني الأموال من العلاجات، وخاصة تلك التي يتناولها المريض طوال حياته، عندها فقط نحصل عليه. لم يكن ريف وحده الذي جرى إسكاته، كان رين كيسي يملك تركيبة هندية قديمة فعالة، وكان لدى هاري هوكسي وماكس جيرسون علاجات طبيعية أثبتت فعاليتها. لكن إذا سألت عنهم فإن الجمعية الطبية الأمريكية تجعلهم يبدون كأنهم مشعوذون، وفي هذه الحالة يساعد تعقب رأس المال كثيراً، لأن القوى نفسها التي تسيطر على الجمعية الطبية الأمريكية وعلى أبحاثها وتمويلها تسيطر هي الأخرى على صناعة الأدوية. كوني أعلم بحقيقة وجود علاجات لم يخفف من وطأة الألم الذي أشعر به نتيجة خسارة كثير من أحبائي بالسرطان، لقد أراحني كثيراً التأقلم مع الألم. وأعتقد أننا عندما نأخذ الحب والإخلاص اللذين نكنهما لشخص ما ينتظر دنو أجله ونصوبهما باتجاه إيجاد علاج للأشخاص الذين يحتاجون إليه، نستطيع عندها تحطيم أسطورة السرطان وعلاجه. بغض النظر عن صعوبة الأمر بالنسبة إلي، فقد توصلت إلى استنتاج مقلق لا مفر منه. أعتقد أن التهمة النافذة من الناس والشركات التي يديرونها لم تكسب السيطرة على مصادر الطاقة والغذاء والتعليم والاستشفاء فحسب، بل عملياً على كل سمة من مظاهر حياتنا، وهم يقومون بذلك من خلال السيطرة على الاقتصاد العالمي، لا من خلال زيادة القيمة الشرائية، بل من خلال السيطرة على مصادر الأموال. عندما تعقبت رأس المال، لاحظت أنه صعد بي إلى أعلى الهرم. نحن هنا عند المستوى السفلي نسير حياتنا اليومية. تقع الحكومة في المرتبة الأعلى منا. إنهم الأشخاص الذين يعطون القوة لفرض الضرائب والسيطرة علينا، سواء قبلنا ذلك أو لم نقبل، لكن من ذا الذي يسيطر عليهم؟ تأتي الشركات في المرتبة التالية. قد يقول الكثيرون إن الشركات لا الدول القومية هي التي تسيطر على العالم، إنهم يدعونها الشركراطية. لوضع اليد على الثروات العالمية والسيطرة على السوق، يجب أن يكون لهذه الشركراطية مدخل للمال الرخيص. تحصل الشركات الكبيرة على قروض بفوائد خاصة من المصارف الكبرى. هذا يعني أن الذين يسيطرون على المصارف الرئيسية والمعروفين بالطغمة المالية يسيطرون في النهاية على الشركات. عندما تعقبت رأس المال، أدركت أن معظم الأمور التي آمنت بها من قبل عن المال هي بالفعل غير حقيقية. من الجدير بالاهتمام معرفة كم هو قليل عدد الأسئلة التي نطرحها عن كل الأمور اليومية. مثلاً، عندما نذهب إلى المصرف ونطلب الحصول على قرض ب$50,000 أو $50,000 استرليني، فماذا يحدث؟ من المعروف أن معظم الناس يعيشون حياتهم على أساس صورة مشوشة لما يجري. ما يحدث بالفعل هو أنك تطلب $50,000 استرليني، فيدرجون $50,000 استرليني في حسابك. هذا ما يفعلونه، لا يقومون بصك أي نقود معدنية أو بطباعة أي عملة ورقية، ولا ينقلون أي معدن ثمين من أي مكان. إنهم يدرجون $50,000 استرليني في حسابك على شاشة الحاسوب، فتبدأ بدفع الفوائد على المال الذي لم يكن أبداً موجوداً على الإطلاق. يتبين أن لدى المصارف بالفعل 9 أضعاف المال المدين أكثر مما تملكه من احتياطي في خزائنها. هذا ممكن بسبب ما يدعونه إقراض الاحتياطي الكسري. يستطيع الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي في أي دولة من الناحية القانونية تحديد كمية احتياطي المال التي يفترض أن تكون في خزينة المصرف. تبلغ النسبة 10% في الولايات المتحدة. لذا إذا أودعت $10,000 في المصرف، يضع ذلك المصرف 10% جانباً، أي $1,000، ويقرض بقية المال. لنفترض أن شخصاً آخر يأتي إلى البنك ويطلب قرض سيارة ب$9,000. يقرض المصرف $9,000 من إيداعك الأصلي. لم يعد المال موجوداً على الإطلاق. ثم يدفع المستدين المال إلى صاحب السيارة الذي يودع بدوره المال في مصرف آخر هو أيضاً من ضمن منظومة البنك المركزي. يجري التعامل مع هذه $9,000 على أنها إيداع جديد، وتتوالى فصول العملية.
يعاد إيداع المال وتعاد استدانته إلى أن تصبح العشرة آلاف دولار الأساسية 100,000 دولار. لقد خلق النظام المصرفي 90,000 دولار من خلال إقراضه لأموالك. بدأ الأمر مع صاغة الذهب إبان القرن 17 عندما كان الناس يتقايضون بالذهب. كان الذهب أثقل من أن يحمل هنا وهناك، فبدأ الناس بتخزين المعدن الفعلي في خزائن محصنة وتقايضوا بالإيصالات بدلاً من ذلك. كانت تلك الإيصالات أول عملة ورقية. بما أن قلة من الناس فقط يسحبون ذهبهم في أي وقت يشاءون، بدأ أصحاب الخزائن الذين كانوا مبدئياً المصرفيين الجدد بإصدار إيصالات تفوق ما يملكون من معدن. أقرضوا تلك الإيصالات مع إضافة الفوائد على الأموال، أي الذهب الذي لم يكونوا يملكونه في الواقع. وهكذا أتى إلى الوجود ما يسمى النظام الاحتياطي الكسري. كان المصرفيون في هذا النظام يختلقون الأموال من العدم، فيما كان الناس مجبرين على العمل الشاق لجني المال. أسس هذا لشكل جديد من الرق، حيث يعمل الناس لدفع ديونهم للمصارف. تحت هذا النظام من الاحتياطي الكسري أصبحنا بنحو محتوم عبيد ديون لطبقة من الطغمة المالية الحاكمة. ليس لأنهم أفضل أو أذكى من أي أحد آخر، بل لأنهم تلاعبوا بالنظام ليستفيدوا منه على حساب أغلبية الناس على الكوكب. كاثرين أوستن فيتس هي واحدة من الخبراء في هذا الشأن. كانت مساعدة وزير الإسكان والتنمية المدنية إبان حكم الرئيس جورج بوش الأب، ثم أصبحت مستشارة في إدارة كلينتون. فلنشرع بلعبة المونوبولي حيث تشتري أنت بارك بليس. ما يمكنني أن أقوم به هو طبع العملات الورقية كي أوفر لنفسي مزيداً من المال وأخفض قيمة أوراقك النقدية بطبع المزيد. مهما كنت ناجحة، سينتهي بي الأمر دائماً أن أشتري ما لديك مجاناً. لماذا عندما أطبع أنا الأموال يسمونها مزيفة، أما إذا قامت المصارف بذلك فيسمونها زيادة المخزون؟ من أين حصلت المصارف على ذلك النفوذ؟ هذه جزيرة جيكل، حيث اجتمع عام 1910 ممثلون عن روكفلر، روتشايلد، مورغان وغيرهم من المصرفيين سراً كي يضعوا مسودة قانون تسمح بقيام الاحتياطي الفيدرالي. ألف إد غريفن كتاباً سرد فيه حرفياً ما حدث على جزيرة جيكل. البنوك المركزية هي عبارة عن اتحادات تجارية احتكارية مصرفية أقامت شراكات مع حكومات بلدانها حيث تعمل، وهي تعطى امتيازات احتكارية لإصدار احتياجات دولتها المالية. هذه هبة قدمها إليهم السياسيون من أجل إقامة شراكة معهم، والمصرفيون يعدون رجال السياسة بإيجاد المال من لا شيء. وبما أنهم يملكون هذه الصلاحية للقيام بذلك متى شاءوا، تبقى الحكومات مدينة لهم. نشهد منذ عام 2008 أكبر عملية تزوير للمال في تاريخ البشرية المدون. يخفي هذا الفن في ألعاب الخفة المالية التكاليف الحقيقية، ويغطي من تقع عليه اللائمة، ويجعلنا عبيداً للديون نجهد لدفع الكمبيالات. من المفيد معرفة أنه بعد نشوء الاحتياطي الفيدرالي عام 13 تأسست دائرة ضريبة الدخل أيضاً، وبدأ تحصيل ضريبة الدخل كي أدفع أنا وأنتم ديون السياسيين إضافة إلى فوائد المصرفيين. تكمن المشكلة في أن لدينا منظومة مصرفية مركزية في الولايات المتحدة مملوكة من القطاع الخاص، متنكرة بزي منظومة حكومية. إن نظرت في دليل هاتف منطقة العاصمة واشنطن وبحثت عن الاحتياطي المركزي في الأوراق الزرقاء الحكومية فلن تجده هناك. إنه في الصفحات البيضاء إلى جانب البريد السريع الفيدرالي. إنه مصرف مركزي مملوك من القطاع الخاص. كيف يجب أن تكون العلاقة الصحيحة بين رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي ورئيس الولايات المتحدة؟ أولاً قبل كل شيء، الاحتياطي الفيدرالي هو وكالة مستقلة، وهذا يعني أساساً أنه ليس هناك من وكالة أخرى في الولايات المتحدة يمكن أن تبطل الإجراءات التي نتخذها نحن. ما
We have a private bank. لدينا مصرف خاص يطبع العملة الورقية نيابة عن وزارة الخزانة، بحيث يطبع الاحتياطي الفيدرالي العملة على أساس نظام الديون، ما يخلق نقصاً. لكن هذا يضع مجموعة من العارفين في موقع الولوج إلى كل المعلومات عن الاقتصاد، ولا نستطيع ذلك. لذا لديك مجموعة صغيرة ممن يطلعون على المعلومات عن كيفية عمل رأس المال، وهذا يخولهم القدرة على طبع العملة بطريقة تحمي العارفين وكل أحد معرض للاستنزاف. قامت كاثرين بمقارنة اقتصاد سليم بالطارة الدورانية النشيطة، أي المتوازن والمتدفق بحرية والمشحون بالطاقة في كل أنحائه، بعكس ما يجري مع اقتصادنا الحالي. لدينا نظام فعال جداً يحاول أن يكون في أفضل حال، لكن ثمة دودة شريطية تلتف حول نواته. الطريقة التي تعمل بها الدودة الشريطية هي أنها تفرز مواد كيميائية داخل بدنك تجعلك تشتهي ما تشتهيه الدودة، وهذا سيء بالنسبة إليك. لديك حيوان طفيلي مخادع جداً يغذي نفسه على حساب الكل. نحيا في اقتصاد تتحكم فيه دودة شريطية، حيث تمثل الطغمة المالية الدودة الشريطية التي تتغذى علينا ويكرهون أن يكتشفوا. بعدما بدأت كاثرين بفتح الفساد الحكومي في المستويات الأعلى، أغارت الـ FBI على شركتها وصادرت ممتلكاتها، وجرت جرجرتها في المحاكم لمدة 10 سنوات قبل أن يحكم ببراءتها. لدينا الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤسسة مملوكة من القطاع الخاص مع صلاحية خلق المال، لكن من دون محاسبة، مدعومة من الحكومة، ولديها امتياز الاحتكار. رهنت الدولة نفسها للفيدرالي على أساس مؤسسة تساعد على استقرار الاقتصاد وتنأى بنفسها عن التدخلات السياسية، لكن في الواقع قام الاحتياطي الفيدرالي على مدى قرن من وجوده بعكس ذلك كله. منذ أن تولى المسؤولية نهبنا من خلال التضخم، وانخفضت القوة الشرائية للدولار أكثر من 97%. وقد تبين نتيجة التفاوت في الثراء أن رأس المال يذهب إلى القلة القليلة. بعد 16 عاماً من قيام الاحتياطي الفيدرالي، تعرضت الولايات المتحدة للركود الكبير. أظهرت أبحاث أنه قبل الركود الكبير عام 1929 سحبت الطغمة المصرفية أموالها من سوق الأسهم. استخدموا أموالهم بعد الانهيار لشراء الأسهم الرخيصة والمصارف الصغيرة المنهارة بسنتات لقيمة الدولار الواحد. ومن بين المصرفيين الذين ضاعفوا ثرواتهم بهذه الطريقة كان آل روكفيلر، روتشيلد ومورغان. أعيد تمثيل ذات السيناريو في الانهيار المالي لعام 2008 باستفادة الطغمة المصرفية نفسها. في السنوات التي سبقت الانهيار، قامت المصارف الكبرى ومن ضمنها بنك أوف أمريكا، سيتي جروب وتشيس، الذي تسيطر عليه عائلات روكفيلر، روتشيلد ومورغان، بالتعامل بالقروض السيئة التي كانوا يعلمون مسبقاً أنها ستنهار نهاية المطاف. هذا أشبه بوضع برتقالات فاسدة في صندوق وبيعها على أنها من الدرجة الممتازة. كان باعة الديون يعلمون أنها مسألة وقت قبل أن يفتح أحدهم ذلك الصندوق ويكتشف أن محتوياته عديمة القيمة، ولا سيما أنهم وضبوا الصندوق بأيديهم في المقام الأول. عندما اكتشفت البرتقالات الفاسدة التي نسميها القروض غير السليمة ومبادلات التسليفات الائتمانية الوهمية، تأثر الجميع بالوضع. بدأ الناس يخسرون منازلهم ووظائفهم وأعمالهم التجارية ومعاشات تقاعدهم. في غضون ذلك أنقذت المصارف الكبرى التي خلقت المشكلة في المقام الأول. لماذا حصل ذلك؟ لماذا يقوم الاحتياطي الفيدرالي بوهب تريليونات الدولارات للمصارف بالرغم من أن غالبية الأمريكيين كانوا يناهضون عملية الإنقاذ تلك؟ ولماذا لا يقوم بإنقاذ من هم في حاجة ماسة للمساعدة بدلاً من تقديمها إلى مسببي الانهيار المالي؟ قادني بحثي إلى الإيمان بأن نفس العائلات التي أنشأت الاتحاد الفيدرالي، أي روكفيلر وروتشيلد ومورغان، ما زالوا أنفسهم يسيطرون عليه، وقد استخدموا تلك الخطة لإنقاذ أنفسهم على حسابنا. ما زالت العديد من المصارف التي فتحت أكثر اللوبيات نفوذاً في كابيتول هيل، وهي بصراحة تملك المكان.
أنا مقتنع بأن ما كاد يتسبب بانهيار اقتصادي في عام 2008 جاء نتيجة مخطط رسمه ونفذه المصرفيون الكبار لمضاعفة الثروة والنفوذ. يشرح ديفيد آيك رؤيته لكيفية تلاعب الاحتياطي الفيدرالي بما يسمى الدورات الاقتصادية. المرحلة الأولى هي أشبه برمي صنارة السمك في الماء. المرحلة الأولى تتمثل في ضخ كميات كبيرة من المال أو الوحدات النقدية في سوق التداول. تجري تلك العملية بخفض معدل الفوائد من خلال منح الكثير من القروض. هذا هو الجزء من الدورة الذي نسميه الازدهار. نتيجة وجود الكثير من الوحدات النقدية في التداول، يتوافر الكثير من المال بين أيدي الناس، وهذا يولد الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتزداد فرص العمل، وكلما أنفقت كميات أكبر من المال ازداد الطلب على البضائع، فتضطر الشركات إلى الحصول على المزيد من القروض من السيولة النقدية لزيادة إنتاجها. تزداد ثقة الناس بمسار حياتهم اليومية. أتعلم يا صديقي، أنا أعمل لدى شركة يزداد الطلب على منتجاتها وأحوالها مزدهرة، وظيفتي مستقرة، أنا أفكر في شراء منزل أكبر. ثم يبدأون بتغيير اللعبة ويسحبون الصنارة من الماء، وبذلك يرتفع معدل الفائدة، فيبدأ الطلب على القروض بالانخفاض بسبب القيود الصارمة التي تفرضها المصارف على كل حال. وبما أن معدل الفائدة أخذ يرتفع الآن، تبدأ مداخيل الناس بالانكماش نتيجة الفوائد المرتفعة، وينخفض التداول النقدي في شراء الأشياء. وفجأة ليس هناك وفرة من المال للتداول، ونتيجة لذلك تنخفض عملية الشراء. تبدأ أرباح الشركات بالانخفاض، وهذا يؤدي إلى فصل الموظفين، وتأخذ الواحدة تلو الأخرى بالإفلاس. يبدأ الناس بفقدان وظائفهم ولا يعودون قادرين على دفع القرض الذي حصلوا عليه من رهن المنزل الكبير الذي ابتاعوه أثناء الطفرة المالية. فتبدأ المصارف الآن بسحب خيط الصنارة الذي رمته، لأنه عندما يبدأ الناس والشركات بالإفلاس تزداد ثروات المصارف بسبب الملكيات والأراضي والمصادر التي رهنها الناس لها لإقراضهم مجرد أرقام على الشاشة. هذه الدورة الاقتصادية من رمي الصنارة إلى الماء وإعادة سحبها مرة أخرى وإغراق السوق بالوحدات النقدية ثم إعادة سحبها تحدث مرة تلو الأخرى منذ قرون، وحقيقة ما يحدث هي أن ثروات العالم الحقيقية تسرق وتكدس في خزائن قلة من طغاة رأس المال. على المستوى الدولي، يستخدم رؤساء المصارف العالمية الرئيسية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتكديس المزيد من الأموال من خلال استغلال ثروات الدول المدينة وإفلاسها بالأسلوب نفسه. إن البنك المركزي للمصارف الرئيسية العالمية هو مصرف التسويات الدولية الذي أوجدته روتشيلد. تضع التهمة المالية نفسها في موقع المسيطر للتحكم في كل ما نحتاج إليه للبقاء أحياء. حيثما تذهب حول العالم تجد أن النظام المصرفي يسيطر على رأس المال. يعود القرار إليهم إذا ما أكل الناس أو لم يأكلوا، سواء أكانوا من أصحاب الملايين أم معدمين. إن من يسيطر على رأس المال يسيطر على العالم، وقلة هم الذين يسيطرون على رأس المال. في هذه المرحلة انقلبت نظرتي إلى العالم رأساً على عقب، إذ كنت أكابد حقيقة أن فشل ومعاناة الكثير من الناس مردهما إلى نجاح وإنجازات نخبة رؤساء المصارف العالمية الرئيسية ممن خدعوا العالم لجعلهم يخلقون المزيد من المال. إنهم يملكون ثروات هائلة، فما هي غايتهم القصوى؟ وما هو برنامجهم النهائي؟ تتابعت الدلائل المقنعة ولم ينقطع الخبراء الموثوق بهم عن القول لي إن الأجندة السرية للتهمة المصرفية ليست أقل من السيطرة العالمية. رفضت الفكرة أول الأمر، لكني أصريت على اكتشاف السبب وراء عدم ازدهارنا الدائم بغض النظر أين يؤدي.
استيقظت ذات ليلة في الثالثة فجراً وأنا أكابد السؤال التالي: إذا أرادت تلك التغمة القليلة السيطرة على كل العالم، فما الذي تحتاج إلى السيطرة عليه لتحقيق الهدف؟ فقفزت من السرير وشرعت بإعداد لائحة. أولاً وقبل كل شيء، عليهم السيطرة على رأس المال وهم يملكون ذلك. إن السيطرة على رأس المال تمكنهم من إدارة كل شيء آخر. هم بحاجة إلى السيطرة على موارد الطاقة وهم يملكون ذلك. إنهم بالفعل يسيطرون على موارد زراعية كبيرة وعلى التجارة العالمية. إنهم يشترون الموارد المائية في كل أنحاء العالم. إنهم يهيمنون على الموارد الصحية، ولهذا يحاولون قمع جميع البدائل الطبيعية. عليهم السيطرة على نوع المعلومات التي نحصل عليها وكيفية تفاعلنا معها. الإنترنت في أمريكا هو الوسيلة الأعظم للتواصل وما زال خارج سيطرة، إلا أن وضعيته المكشوفة تعرضه للهجوم من جميع الجهات. تحاول الحكومات، الشركات والأمم المتحدة السيطرة عليه. للحصول على السيطرة الكاملة يجب الهيمنة على المعارضين. إنهم بحاجة إلى سلبنا حقوقنا والتجسس على الناس العاديين وتعقب كل سمة من سمات حياتنا. مع بزوغ فجر اليوم التالي أدركت أن الطغمة القوية لديها كل شيء للسيطرة على العالم، فتملكني ذلك الوعي المخيف بأن الأخ الكبير ليس على الطريق فحسب، بل هو هنا الآن. فقد أصبحنا فعلياً داخل المصفوفة، فكيف لنا أن نخرج منها إذن؟ للتأكد من أنني أدركت الأمر، كنت بحاجة إلى أن أتبين ماهية هيكلتهم الحاكمة وطريقة عملها. كانت مجموعات صغيرة من العائلات، وخاصة روكفلر، روتشيلد، مورغان وكارينجي، إضافة إلى هاريمان، تشيف ووارباغ، تقود الطغمة المسيطرة في الغرب منذ أجيال. لست أعني بذلك أن كل فرد من تلك العائلات يدرك أو يشارك في أجندة السيطرة على العالم، ومع ذلك أنا مقتنع بأن رؤوس تلك السلالات يحكمون قبضتهم على المصالح المصرفية والمؤسساتية التي تنفذ المخطط الجهنمي الذي يودي بحياة أعداد كبيرة. هؤلاء الذين ينفذون الأجندة السرية معروفون بعدة أسماء. تفيد تقارير مسربة أنهم يلتقون من جميع أنحاء العالم خلف أبواب موصدة لمناقشة أجندتهم، ثم تبدأ خططهم بالظهور بانتظام في وسائل الإعلام وميادين المال، الشركات، الدوائر الحكومية والساحات العسكرية. بالطبع ليس كل شخص متورط في هذه الجماعات يكون في موقع اتخاذ القرار، إذ إن هناك تراتبية في المعرفة والمشاركة. أحد تلك الرموز هو العين الكلية الرؤية، إنها موجودة على عملة الدولار. إنها فوق مكتب جهاز مراقبة المجتمع الأمريكي American Mass Surveillance System، وهي فوق مكتب وكالة الاستخبارات البريطانية MI5، حتى إنها تشرف على مجمع المحكمة العليا في إسرائيل، وقد صممتها ومولتها عائلة روتشيلد. أعتقد أنهم اقتبسوا الصورة العظيمة لهرم تشيوبس وقبته المعدنية الأسطورية وحرفوا المعنى ليمثل هؤلاء الذين يقفون على القمة وهم يسيطرون على كل ما هو في الأسفل. إحدى الوسائل المؤلمة في استغلال تلك المعرفة يستخدمها أشخاص يروجون لفكرة لا سامية. إنهم يسمونها عن طريق الخطأ الأجندة اليهودية، ويستمرون في ترويج العنصرية التي تدمر وتقمع حياة كثير من الأشخاص. دعوني أوضح أمراً، هذه بالتأكيد ليست أجندة يهودية. هناك دليل موثق على أن رؤساء المصارف العالمية الرئيسية مولوا طرفي النزاع في الحرب العالمية الثانية، وكذلك بعض المؤسسات المرتبطة بجرائم هتلر ضد اليهود. بما أن هؤلاء الأشخاص يملكون من الثروات ما يتعدى حاجة عائلاتهم لأجيال وأجيال، وبما أنهم يملكون السلطة لخلق المال، فلا أظن أن غايتهم القصوى هي الثروة. بعد أن تحصل على كل الاحتياجات المادية التي يمكن أن تحلم بها في الحياة، ماذا يبقى لتحفيز حس الإثارة لديك؟ بالنسبة إلى بعض الناس، الجواب هو السلطة، السلطة العالمية. أصبحوا من النخب الفكرية وبدأوا يفكرون في أن لديهم خطة أفضل من خطة أي كائن على الأرض. تكونت لديهم الفكرة بأن الحرية خطيرة. إذا أعطيت الناس حريتهم، ربما لن يستخدموها بحكمة كما نعتقد أنه يفترض بهم استخدامها. إننا أذكى منهم بأشواط، ومن مصلحتهم أن نقودهم. بعدما تقبلت فكرة أن الطغمة المستبدة تخطط للسيطرة على العالم، بدأت أسمع نفس الأشخاص يتحدثون بجرأة أكبر وعلى الملأ عن الفكرة، لكن هم يسمونها النظام العالمي الجديد.
عندما تتكلل أعمالنا بالنجاح، سيكون لدينا فرصة حقيقية في هذا النظام العالمي الجديد. إنه نظام عالمي جديد بتحديات مختلفة على نحو ملحوظ وجذري. يمكن خلق نظام عالمي جديد، إنها فرصة عظيمة. إذا أخذنا بالحسبان حالة العالم الذي نعيش فيه، يمكن أن يبدو النظام العالمي الجديد فكرة عظيمة، لكن علي أن أميز بين ما كنت أكتشفه عن السيطرة العالمية، أي حكومة عالمية واحدة تحكمها نخبة قليلة، وبين حقيقة رابطتنا الكونية التي تقول إن جميع البشر مترابطون على مستوى مادي وحتى روحي. إلا أن أجندة السيطرة العالمية هي في الحقيقة النقيض الكلي. إنها تعتمد على سياسة فرق تسد لإبقائنا جميعاً في مواجهة بعضنا بعضاً، معتقدين أن الديمقراطيين أو الجمهوريين، الليبراليين أو المحافظين هم المشكلة وراء ذلك، فيما يخدم الطرفان نفس المخطط نهاية المطاف. إننا نتجه صوب حكم عالمي استبدادي عسكري بالكامل، تديره طغمة قليلة تملك السلطة المطلقة وبيدها سن جميع القوانين. إذا نجحوا في ذلك فلن يكون هناك من ملاذ ولا ملجأ للاختباء. فكروا في هذا. The whole notion of conspiracy has been so ridiculed. كل الانطباعات عن المؤامرة جرى تسخيفها لدرجة أن مجرد التفكير في المسألة يعد مناهضاً للمجتمع، وهناك دائماً رواية ذات مصداقية لشرح أي حادثة بعينها. أنا شخصياً حاولت تبرير أن نفس الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر دائماً إلى كسب مزيد من المال والسلطة، إنما هم يستغلون الوضع فحسب من دون أن يكون لهم يد في إحداثه. لكن بعد حوالي عقد من الزمن في ربط بعض المواضيع والبراهين ببعض، اقتنعت بأنه ليس من الصدفة أن يكون لدى عدد قليل من عائلات الطغمة المصرفية ذات النفوذ الهائل وشركائها من السياسيين وأصحاب الشركات بالفعل أجندة للسيطرة على ما بقي من البشر في العالم. حالما اتضحت أمامي حقيقة الأجندة وأهدافها، بدأت حقاً أتساءل إلى أي مدى أريد أن أتعمق في المسألة. هل أريد أن أركز على أسوأ ما يستطيع الإنسان القيام به؟ قررت أن من الجدير معرفة من هم هؤلاء الأشخاص وكيف تعمل تنظيماتهم. فبعد الغضب والأسى، يجب التركيز على الجهود بفعالية ومعرفة ماذا يدور حقيقة من أمور. إن السجن الأكبر الذي يعيش فيه الناس هو الخوف من رأي الآخرين بهم. إن ما حدث لي نتيجة كل ذلك التسفيه الذي مررت به هو أنني كسرت قيود خوفي من أفكار الناس. وعندما تخرج من ذلك الخوف، عندها فقط تدرك نوعية السجن الذي كنت تعيش فيه من قبل. وهذا ما جعلني أدرك مدى سهولة أن يقوم القلة بالسيطرة على الغالبية. كل ما عليك فعله هو فرض المعايير في المجتمع، أي تحديد ما هو الصواب والخطأ، والأخلاقي وغير الأخلاقي، والصالح والشرير، والعاقل والمجنون، والممكن والمستحيل، وبناء ما أسميه المنطقة الحرة للصراعات. وإذا عشت حياتك ضمن حدود هذه المنطقة من الوعي والإيمان والتفكير والقول، فحينها يتركك الناس لشأنك لأنك إنسان طبيعي. حالما تتخطى حدود تلك الحظيرة وتبدأ بالتعبير عن تفردك، تنقض عليك مجموعات بأكملها من البشر ممن خلقتهم الطبقة المتنورة ليكونوا حراس السجن إذا تمرد أحدهم على المعايير التي فرضوها. كم هو مثير للاهتمام أن تصل إلى أطراف المنطقة الحرة للصراعات بأقوالك وتفكيرك. أنت لا تفكر. إذا أنا فكرت، فماذا عن رئيس البنك الدولي؟ ماذا سيقول إذا فعلت ذلك؟ لا، نحن نقول ماذا سيكون رأي والدتك أو الأشخاص الموجودين في المطعم أو الموجودين في العمل؟ ماذا سيكون رأيهم؟ الطبقة المتنورة من خلال خلق المعايير الاجتماعية خلقت جيشاً من البشر لفرض تلك المعايير بعضهم على بعض. إن استراتيجيتهم للسيطرة العالمية قد بدأ تنفيذها فعلياً. إنهم يقسمون العالم إلى دول عظمى تتخطى حدودها القومية كي يصبح من الأسهل عليهم الهيمنة على البشر. لقد أنشأوا الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
يعمل سياسيون من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحت عنوان الشراكة من أجل الأمن والازدهار على خطة لإنشاء الاتحاد الأمريكي في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. تدور هذه المحادثات منذ سنوات من دون موافقة مواطني أو مجالس شيوخ تلك البلدان، كما أن اتحاد منطقة الهادي يجري على قدم وساق. هذه هي الخريطة التنظيمية للاستبداد العالمي، هيكلية السيطرة الكاملة. ها هنا اثنان من أقوى الرجال في أوروبا يتحدثان عن السعي إلى إقامة حكومة عالمية واحدة. إنها مسألة غاية في الأهمية أن نطبق في هذه الملكية الجديدة للحكومة العالمية، وخاصة على جانبي الأطلسي، القوانين ذاتها في إطار نفس الأسلوب. يعد عام 2009 السنة الأولى لبدء الحكومة العالمية مع تأسيس مجموعة الدول الاقتصادية وسط الأزمة المالية العالمية. على المستوى العالمي، أسست نغمة رؤساء المصارف العالمية الرئيسية منظمات كبيرة لتنفيذ سياساتها، منها منظمة التجارة العالمية، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يعلم جون بيركنز نتيجة عقود من تجربته الشخصية كرجل المهمات الاقتصادية الصعبة كيف تواطأت المصارف والشركات والحكومات للسيطرة على دول العالم. استخدمنا عدة أساليب، لكن أكثرها شيوعاً هو أننا كنا نذهب إلى دولة تملك ثروات طبيعية كانت شركتنا تطمع بها كالنفط، ونتدبر لها قرضاً ضخماً من البنك الدولي أو إحدى أخواته، إلا أن معظم الأموال كانت تذهب إلى شركات أمريكية لا إلى الدولة صاحبة الشأن، شركات مثل بيتشيل وهاليبرتون وجنرال موتورز وجنرال إلكتريك والشركات التي كانت تقيم مشاريع بنى تحتية ضخمة في ذلك البلد كوحدات توليد الطاقة وطرقات عامة ومجمعات صناعية، أشياء تستفيد منها النخبة الثرية التي نادراً ما تفيد الفقراء الذين يعانون، لأنه كان لابد من تسديد القروض التي كانت قروضاً ضخمة، وكانت إعادة تسديدها تعني أن الفقراء لا يحصلون على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، فيقع البلد المدين عن قصد تحت عجز قروض ضخمة. ثم نقول لهذا البلد: أنتم مدينون لنا بأموال كثيرة، لا تستطيعون تسديد ديونكم، لذا عليكم تنفيذ مطالبنا بحذافيرها. وحالما ينتخب أحد الرؤساء المناهضين للسياسة الأمريكية، نقول له: تهانينا فخامة الرئيس، سنجعلك من أثرى الأثرياء، أنت وجميع أفراد عائلتك. نحمل عدة مئات من الملايين من الدولارات في هذا الجيب إذا أنت نفذت اللعبة على طريقتنا، وإذا قررت معارضتنا فنحمل في نفس الجيب مسدساً يحتوي على رصاصة منقوش عليها اسمك، فعليك أن تبيع نفطك لشركاتنا النفطية بأسعار زهيدة أو ترسل قوات عسكرية لمؤازرتنا في العراق. فبنينا إمبراطورية عالمية حيث لا يعلم إلا عدد قليل أننا قمنا بذلك. كنت أعتقد كما الكثيرين أن وجود مؤامرة للسيطرة العالمية لا يمكن أن ينجح، لأن البشر غير مؤهلين لمثل هذه المهمة، واعتقدت أنه ليس ثمة من وسيلة تمكنهم من إنجاز هذا المخطط بالمستوى المطلوب من السرية والانضباط. واحد من الأمال الكاذبة، وهذا كل ما يحدث لأن الحكومة لا تتمتع بالكفاءة، إنها غلطة فادحة. هذا غطاء جوي لحقيقة أن المنظومة تدري وجهة الأحداث وتسير حيثما ترغب، وهي تنجح فيما تفعل. ومع ذلك تساءلت كيف يمكن لشيء بهذه الضخامة وهذا الفساد أن يبقى سرياً. إنها هيكلية بسيطة، ولو لم تكن هكذا لما كانت تعمل. إنها أشبه بهرم ذي طبقات عديدة. إن نظرت إلى أي منظمة اليوم، سواء أكانت مؤسسة عالمية أم جامعة أم حكومة أم جمعية سرية، فجميعها تملك هيكلية هرمية، وكما تتحدث عنهم CIA أو أي وكالة استخبارات أخرى، فإن لديهم هذا النظام من المعرفة التراتبية. دع الناس يعلمون فقط على قدر ضلوعهم ليس أكثر. لنأخذ مصرفاً مستقلاً، مع أن هذا غير موجود. في الأسفل هناك موظفون تراهم أثناء صرف الشيك المصرفي، إنهم لا يعلمون بما يعلم مديرهم وما يناقشه مع العملاء، إنهم يعلمون فقط ما يحتاجون إلى معرفته للقيام بالوظيفة. يجلس مدير المصرف في المكتب خلفهم، وهو لا يعلم أو هي لا تعلم ماذا يدور في المرتبة الأعلى،
وهؤلاء لا يعلمون ماذا يجري في المرتبة الأعلى منهم، وفي النهاية هناك حفنة قليلة من الأشخاص في المرتبة الأعلى من بنية المصرف الهرمية. إنهم يعلمون بالأجندة الحقيقية للمصرف والأهداف التي تبغيها. هذا النوع من التراتبية يفسر كيف أن مشروع مانهاتن الذي أسهم في تطوير القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية بقي سراً بالرغم من وجود 130 ألف عامل قاموا بإنجازه. عندما اطلعت بادئ الأمر على جدول الأجندة وأهدافها شعرت كأنني أصبت بنزلة صدرية لمدة أسبوعين، لكن بعدما توضحت المسألة إذا بي أمام خطة ممنهجة ومحكمة التفاصيل لسحق الإمكانيات البشرية، ورغم ذلك ما زال النبوغ الإنساني يتألق. بالرغم من اضطهادنا وتشتيت أذهاننا على نحو ممنهج، استنبط البشر حلولاً عبقرية وخلاقة لكثير من المشاكل التي نواجهها. لم نلحظ مدى القدرة التنظيمية والمتعمدة لهذا المخطط، هذا الذي نواجهه. راقبت هذا النوع من العالم الذي وفرته لنا الطغمة المسيطرة، وكان علي أن أسأل ما هو نوع العالم الذي سنعيش فيه لو قيدت لهم السيطرة الكاملة والمطلقة على كل فرد منا على وجه المعمورة. في هذا النظام العالمي الجديد الذي يسعون إليه ستؤول السيطرة الكاملة فيه لطغمة قليلة من الناس على حياة جميع البشر من خلال نظام من المراقبة المتطفلة، اضطهاد عنيف من التفرقة الطبقية وعبودية الديون. تخيل وجود جزر صغيرة من الرخاء والازدهار يحيط بها بحر من الشقاء، حيث ستكون مهمات القوى العسكرية حماية الميسورين من المعوزين. تكون لدي الاعتقاد بأن غايتهم القصوى هي بالفعل مشؤومة، ولن يقف شيء في طريقهم لمتابعة تنفيذ خطتهم. بالرغم من صعوبة أن يتقبل الأمريكيون الأمر، بت على يقين من أن أجندة السيطرة على العالم تتضمن أيضاً تقويض سيادة الولايات المتحدة وتدمير قوتها الاقتصادية. بتاريخها العريق من حرية الرأي وثورتها المسلحة، تمثل الولايات المتحدة العقبة الرئيسية أمام تثبيت القوى العالمية. لو أرادوا أن ينجحوا في تقويض هذا البلد، أعتقد أن الطغمة العالمية تنوي نقل القوة والإنتاجية الأمريكية إلى ديكتاتورية عالمية واحدة، والسيطرة تدريجاً على حياتنا بواسطة ما يسميه ديفيد آيك الديكتاتورية الناعمة. إليكم القصة، لقد أغرقونا في الديون لدرجة أننا لن نستطيع تسديدها أبداً. إنهم يحطمون قوة الدولار الشرائية وهم يحاولون استبداله بعملة عالمية خاصة بصندوق النقد الدولي. هذا الضغط باتجاه عملة إلكترونية غير نقدية سيمكن أي قوة مركزية من تعطيل القدرة المالية لأي فرد أو مجموعة في لحظة واحدة. الآن ولأول مرة في التاريخ تقترح ضرائب دولية بحجة معالجة التغيرات المناخية. على غرار حصان طروادة، إن الاتفاقية المقترحة التي كشف عنها في مؤتمر كوبنهاجن للمناخ عام 2008 لفتت انتباهنا للبيئة، بينما صرفت انتباهنا عن واقع أن ضريبة الكربون غير المسبوقة ستدفع للبنك الدولي وستنفذها شرطة عالمية. هناك وسائل أخرى لمعالجة احتياجاتنا الواضحة للتقليل من التلوث من دون خلق أساس ضريبي للديكتاتورية. تريد أن تغير المجتمع بطريقة تعلم أنك إذا قمت بها بطريقة علنية فستتسبب بمعارضة مضادة، لذا تقوم بها بالخفاء، تلعب لعبة المشكلة وردة الفعل والحل. المرحلة الأولى تبدأ بخلق المشكلة، قد تكون قنبلة إرهابية أو حادثة 11 أيلول أو تهافتاً على بيع العملة أو انهيار سوق الأسهم أو سقوط الحكومة. تخبر الناس روايتك أولاً عن الذي قام بها وثانياً عن السبب وراء ذلك، وعند هذه النقطة تسقط لعبة المشكلة ورد الفعل والحل، إذا كانت لدينا وسائل إعلام مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالصحافة. وبدلاً من ذلك هناك وسائل إعلام رئيسية هي مجرد مكاتب علاقات عامة للرواية الرسمية للأحداث. تبين أن الرئيس جورج بوش كان محقاً في أن صدام حسين أخفى أسلحة دمار شامل. الوسيلة الحقيقية الوحيدة أو مصدر المعلومات التي يحصل عليها الرأي العام عن الحادثة هي وسائل الإعلام الرئيسية. أما المرحلة الثانية من لعبة المشكلة ورد الفعل والحل فتكمن في رد فعل الغضب العارم أو الخوف الرئيسي، وهم يريدون من الرأي العام أن يقول للحكومة عليكم القيام بشيء ما، لا يمكن استمرار الوضع هكذا. هذا يسمح بتمرير المرحلة الثالثة، حيث إن الذين خلقوا المشكلة يستدركون رد الفعل الجماهيري
بقصة مزيفة، ثم يطرحون الحل للمشكلة التي خلقوها بأنفسهم. إن فكرة استخدام المأساة المفبركة أو المستغلة بكل بساطة كانت مهمة في فهم النهائي لأي مدى يمكن أن يذهب هؤلاء الناس من أجل تحقيق أهدافهم. إنها حقيقة موثقة أننا دخلنا الحرب الفيتنامية تحت حجة مزيفة. لقد اعترف وزير الدفاع الأسبق روبرت ماكنمارا بأن الهجوم على إحدى السفن في خليج تونكين لم يحدث بالفعل. كان تقديرنا خاطئاً بالنسبة إلى تعرضنا للهجوم، لم يحدث ذلك. في وقت ليس ببعيد استخدم الرئيس السابق بوش حجة أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة لاجتياح العراق. يشار إلى هذه الوسائل التكتيكية المشابهة بعض الأحيان لعمليات العلم المزيفة. يتزايد من يعتقد أن حادثة 11 من أيلول كانت مجرد عملية علم مزيفة من جانب الطغمة العالمية من أجل السيطرة على نفط الشرق الأوسط وإنهاء الضمانات التي يوفرها الدستور الأمريكي. معظم متطلبات الدولة البوليسية هي بالفعل قد اكتملت. يمكن الآن سجن أي أمريكي من دون إنذار أو سبب مباشر، أو أن يتعرض للخطف والتعذيب والاغتيال بموجب القانون إذا قررت الحكومة أن ما يقوم به يهدد مخططاتها. كل ما عليهم فعله هو إدراجه على أنه مشتبه فيه في حربهم المزعومة على الإرهاب. نتعرض للمراقبة أكثر فأكثر. في عام 2010 كان هناك 30 مليون كاميرا مراقبة تصورنا في الولايات المتحدة وحدها. عندما نقوم بالتظاهر يحيلوننا الآن على ما يسمى مناطق حرية التعبير، مناطق لحرية التعبير. كل مكالمة هاتفية نجريها أو بريد إلكتروني نرسله يقومون بالتقاطه وأرشفته، ويمكن التنصت عليه في أي وقت. تزرع رقاقة إلكترونية في كل رخصة سوق وجواز سفر لتعقب أصحابها أينما يتحركون. وبدأ الآن مرضى المستشفيات يحصلون على زرع نفس الرقاقة تحت بشراتهم. لقد طورت شركة بروكتر أند جامبل تلك الرقاقات مبدئياً لتعقب منتجاتها. إنها تقدم دائماً كوسيلة للمساعدة، لكن حتى مساعد مدير CIA اعترف بأنها نقطة البداية لزرع الرقائق في كل منا كي يتمكنوا من تعقبنا والسيطرة علينا على نحو أفضل. ستكون هذه وحدات تحكم تمهد أجهزة السيطرة هذه من خلال قيادة الفضاء الأمريكية لخطة تدعى السيطرة الطيفية الكاملة. إن المراقبة المعقدة بالأقمار الصناعية إضافة إلى الطاقة المباشرة وأسلحة الليزر التي هي قيد التطوير قادرة على استهداف المعارضين في أي مكان من العالم. إنهم يحاولون أيضاً ضمان تمكنهم من التعامل بفعالية مع أي مقاومة، حيث تم أخيراً إقامة أو تجديد مخيمات احتواء وعربات قطارات مزودة بالأصفاد في كل أرجاء الولايات المتحدة لاستخدامها إبان ما يسميه المسؤولون أزمات تفشي الأوبئة والقلاقل المدنية. ثم حقيقة وحشية أخرى عن أجندة السيطرة العالمية سأطلعكم عليها. كانت لحظة مرعبة لي كي أستوعبها، لكن من دونها سيمثل عدم اكتمال التحقيق خطورة كبيرة، وستكون استراتيجيتنا لإيجاد الحلول قد نقلت على نحو غير ملائم. وقعت خلال بحثي على دليل مقنع بأن مخططهم يتضمن بالفعل إبادة غالبية سكان الأرض. مهما بدا الأمر مقززاً، فمن الواضح أن ضمانات نجاحهم خلال سعيهم للسيطرة المطلقة على كوكب الأرض ستكون أكبر بكثير إذا كان هناك أعداد أقل يتمكنون من ترويدها. وفيما فكرت في أنهم لن يقوموا بذلك اكتشفت أنني كنت على خطأ. عثرت على وثائق مروعة تفيد بأن علوم تحسين النسل هي أحد الأعمدة الرئيسية لمخططهم، وهو أحد التطبيقات التي يقرر من خلالها القليل من الناس من هو جدير بالتناسل ومن هو غير ذلك. العقم وسيلة ماكرة تطبقها تلك الخطة السرية.
عام 1904 مول أهل كارينجي أول مختبر لتحسين النسل في كولد سبرينغ هاربر في لونغ آيلاند، ومول أهل روكفلر تلقائياً تعقيم السود من خلال برنامجهم لتحسين النسل، ومولوا مؤسسة كايزر ويلهلم في ألمانيا لتعزيز أجندتهم في التفوق العرقي التي تبناها هتلر. مولت وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع هوملاند للتأمين مشروعاً مقترحاً لرش ما يفوق 7 ملايين شخص بالطائرات في المناطق المدنية لشمال كاليفورنيا، بعدما انتظم المواطنون لمناهضة الخطة اضطر المسؤولون إلى الكشف عن أن الرذاذ يحتوي على مواد سمية يمكن أن تسبب الأمراض وتعوق الدورة التناسلية. لحسن الحظ أوقفت الاحتجاجات الشعبية المشروع. ضبطت الحكومة الأمريكية بالجرم المشهود أكثر من 30 مرة وهي تختبر سراً مواد كيميائية سامة على مواطنيها من جنود، مساجين، محميات هندية أمريكية وصولاً إلى بلدات ومقاطعات بأكملها. جرى تعقيم جماعات كبيرة من النساء والفتيات سراً باستخدام إضافات سرية إلى اللقاحات في كل من البرازيل، بورتوريكو، نيكاراغوا، المكسيك والفلبين. جرت تلك العمليات تحت رعاية برامج مثل المجلس السكاني التابع لجون دي روكفلر، وزارة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية الأمريكية، حيث كان نيلسون روكفلر مساعداً للوزير، منظمة الصحة العالمية الممولة من آل روكفلر، ونوفارتس وسنجنتا بالتعاون مع وزارتي الزراعة والدفاع الأمريكيتين. اختبرت ميدانياً سلالة من الذرة المعدلة وراثياً قاتلة للحيوانات المنوية التي تجعل المستهلكين الذكور عقيمين، وقد أعلن أن المشروع مساهم في حل مشكلة الاكتظاظ السكاني العالمي. واللائحة تطول وتطول. في الوقت الحالي ينخفض مستوى الخصوبة البشرية العالمية باستمرار، ولا أعتقد أن في الأمر مصادفة. بالنسبة إلي كوني متحمساً للنظر والتحقيق بأجندة مباشرة لتخفيض عدد سكان العالم، ساعدني هذا على توضيح الصورة وأسس لردات فعل قد تكون كافية لمهمتنا. قد يكون الأمر ضرباً من الجنون، لكن تخيلوا أننا في ألمانيا وفي عام 32. لو أخبرتكم أنه سيباد في العقد التالي ملايين البشر لقلتم مستحيل، لا يجرؤ أحد على القيام بذلك. هذا ما يبدو عليه خفض عدد السكان اليوم. أنا مقتنع بأنني لست أبالغ في المسألة. لكن هل من الممكن أن أكون مخطئاً؟ ربما، لكن ماذا لو كنت صائباً؟ نحن على مفترق خطير من التطور البشري، أحد تلك المتفرعات يوصل إلى الطغيان واحتمال التدمير الذاتي. قد يقودنا المتفرع الآخر إلى حضارة سلمية ومسالمة مبنية على احترام حقوق وحرية كل فرد من أبناء المجتمع البشري على كوكب الأرض. إن مسؤولية الانطلاق في هذا الاتجاه الجديد تقع على عاتق كل واحد منا من أجل تعبيد الطريق. لقد آن الأوان للقول كفى، ثمة طريق أخرى. أعتقد أننا نملك معاً المعرفة والإمكانيات والحلول لمواجهة ذلك التحدي. أرى أن هذا التحدي ليس أقل من نضال لإنقاذ الروح البشرية. هذا يبدأ مع تغيير النظرة العالمية والإجابة عن السؤال التالي: من نحن؟ ما هي الطبيعة البشرية؟ هل جعلتنا التهمة العالمية نؤمن بأننا نحن البشر مجرد كائنات غبية وجشعة؟ وأننا إذا تركنا على غاربنا لتحولنا إلى جنس مدمر؟ وأنه أصبح لزاماً علينا أن تحكمنا تهمة؟ أم هل نحن جنس لطيف وخلاق بالطبيعة؟ أعتقد أنه عندما يكون البشر أصحاء وينالون كل احتياجاتهم من أجل البقاء، نستطيع عندها خلق عالم مبني على الصدق والحرية والتعاطف، عالم يزدهر فيه الجميع. أي من هاتين النظرتين ستقوم بتشكيل مستقبلنا؟ هذا هو خيارنا الآن.
أجندة الطغمة الحاكمة هي نتاج نظرة عالمية تدميرية مبنية على إيمانهم بأنه ليس هناك ما يكفي من مصادر لجميع البشر، وأن بعض الأشخاص يستحقون أكثر من غيرهم، وأن سلامتهم تعتمد على إبقاء سيطرتهم المطلقة على بني البشر. باختصار، تعتمد نظرتهم العالمية على الندرة والخوف. لكن مهما كان مهندسو النظام العالمي الجديد أقوياء، فإنهم لا يمكنهم خلق رؤيتهم المرعبة من دون تواطؤنا، كي نستطيع إيقافهم وجعل أجندتهم ملغاة. علينا أن نستيقظ من سباتنا، علينا أن نأخذ المبادرة. هذا أشبه بالجهد الأخير لمرحلة معينة من الحضارة، إنه الرمق الأخير، وأنا أستخدم غالباً عبارة مجازية ليرقة تتحول إلى فراشة، لأن اليرقة تقدم طريقها في النظام البيئي. إنها جد مدمرة لأنها تأكل 300 مرة أكثر من وزنها في اليوم الواحد، إلى أن تصبح منتفخة لدرجة أنها تعلق نفسها على الشجرة وتغط في النوم، فيتحول جلدها إلى شرنقة قاسية. ثم يبدأ بالتكون داخل هيكلية الشرنقة ما يسميه علماء الأحياء الخلايا التصورية، ويصبح جسد اليرقة حساء مغذياً لتلك الخلايا. لكن ما هو مهم في ذلك التعبير المجازي هو أن القديم والجديد يتعايشان فترة من الوقت، وتصبح مهمة اليرقة المحافظة على حياتها. حكومتنا الحالية إدارة بائسة تحاول السيطرة على نفط الشرق الأوسط، وتريد الآن ترويج الطاقة النووية. يعلمون السر وأخفى، لكنهم يؤدون دور المدافع عن مصالحهم الشخصية، فهذه مهمتهم. لكن إذا كنت تحب الفراشات لا تذهب وتدهس اليرقات، لذا ليس من مصلحتنا أن نكرهها، هذا لا يفيد. لكن إذا كنت ترغب في الطاقة البديلة فلا تطلب المساعدة من إدارة ذات اقتصاد نفطي لإنتاج البديل. نحن من علينا أن ننتجه، نحن الخلايا التصورية علينا أن نظهر أنه أرخص وأكثر فعالية وكفاءة. لو كانت لدينا الرؤية والنظرة العالمية التي تقول إن أزمتنا ناشئة وإن هناك حاجة إلى كل شخص وإن كل إنسان سيحصل على أكثر مما يريد، يمكنك أن تحول هذا العالم البائس إلى نهضة من المحبة والإبداع البشري. قد يبدو أن الطغمة المسيطرة تملك كل أوراق اللعبة، إلا أن لدينا عدداً من الأفضليات التي تعمل لمصلحتنا. أولاً، هناك عدد قليل جداً من الأشخاص ممن ينفذون أجندة السيطرة العالمية عن عمد، إن معظمهم لا يدركون المشهدية الكاملة لما يشاركون فيه. وفقاً لحسابات، تفوق أعدادنا عدد المهندسين الحقيقيين للخطة بنسبة 1,000,000 في الولايات المتحدة وحدها. يقدر رجل الأعمال والناشط البيئي بول هوكن أن هناك الآن ما يزيد على 1,000,000 منظمة في العالم تعمل باتجاه عدالة اجتماعية وبيئية، وهي تمثل أكبر حراك اجتماعي في تاريخ البشرية. إذا ربطت هذه المنظمات إلكترونياً، يمكن أن تصبح شبكة الشبكات التي ستكون أكبر قوة لنشطاء التغيير في العالم. إذا نظرت إلى الناس الذين يتعاطون أنشطة إعادة إحياء كوكب الأرض لوضع حد لكل ذلك الدمار والقضاء على عمليات النهب وتحقيق التغيير وإعادة صياغة المفهوم لما يمكن أن يكون عليه الجنس البشري، فعليك إذن إعادة النظر إذا كنت متشائماً من مستقبل البشرية، لأن هناك مجموعة استثنائية وجميلة ورائعة من الأشخاص في هذا العالم ممن أخذوا مسألة التغيير على عاتقهم. ثانياً، ما يعمل لمصلحتنا هو أن كل مراكز القوة التي تسيطر عليها الطغمة العالمية تتطلب مشاركتنا. إذا سحب عدد كبير منا دعمهم فستبوء خطتهم بالفشل. هذا صحيح فيما يتعلق بالمصارف العالمية الرئيسية، القوات العسكرية، الأوساط الإعلامية، الحكومة وغيرها. وباتباع نموذج المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ، لدينا قوة العصيان السلمي وعدم المشاركة. يتطلب ذلك طاقات، مصادر ومكر لمحاولة السيطرة على حياة الآخرين. أما فيما يتعلق بالحراك نحو الحرية في الجهة المضادة، فلدينا إلى جانبنا قوة الحياة التطورية وما سماه غاندي الساتياغراها، أي قوة الحقيقة البسيطة. لدينا آلاف القرى في الهند التي أصبحت الآن قطاعات للحرية،
لذا لن نقبل حقوق الامتياز، لن نشارك في ذلك، كما لم يقبل غاندي المشاركة في قوانين الملح. لن نسمح للمواد الكيميائية والمحاصيل المهندسة جينياً بأن تدخل نظامنا البيئي لأنها تهدد هذا التنوع الحياتي. هذا الحراك نحو الحرية هو حراك جميع الأجناس لا الجنس البشري وحده، وهو أمر ينمو بسرعة كبيرة وينعكس في الحراك الأوروبي نحو قطاعات خالية من الحبوب المعدلة وراثياً. ألتفت ورائي وإذا هناك آلاف القطاعات الخالية من الحبوب المعدلة وراثياً، 90% في إيطاليا و 90% في النمسا. إن القطاعات الحرة حول الحبوب وحول الطعام تولد تغيرات هائلة. في بوليفيا اجتاح أهل الريف الشوارع وهم يطرقون الأواني والمقالي من دون هوادة، وتمكنوا أخيراً من منع الشركات الأجنبية من السيطرة على مواردهم المائية. مع أن القليل يصرح عنه في وسائل الإعلام الرئيسية، إلا أن هناك أعداداً لا تحصى من النجاحات التي تتحقق يومياً في كل أنحاء العالم. لم أكن أنوي تصوير هذا الوثائقي إلى أن علمت أن هناك استجابات تتناسب مع الأزمة، وتخولنا قوة الإنترنت الآن مشاركة ومدى عمق هذا البحث. أمضينا سنوات طويلة في إيجاد موقع إلكتروني واسع thrivemovement.com يربط هذا الموقع كل شيء بعضه ببعض، ويسهل ولوج جميع الناس إلى كل المعلومات والأنشطة التي نقوم بها. هنا لديك وحدة التوجيه الخاصة بك، وللتعمق في المواضيع الرئيسة التي يغطيها الوثائقي الرمز المشكلة والحل، بوسعك دراسة الاستراتيجيات والتواصل مع الآخرين لاتخاذ إجراءات فعالة. كل حقيقة مسجلة في هذا الوثائقي جرى التحقق منها باستقلالية، والمصادر موجودة على موقعنا. يسهل هذا الموجه القطاعي التفكير المنظومي الكامل الذي يدرك أن الأنشطة في منطقة واحدة تؤثر على كل الأخريات. يمثل محور الموجه القطاعي النظرة العالمية، لأنه يحدد كيف نختبر كل شيء يدور داخلنا ومن حولنا. ستجد في كل قطاعي مواضيع دقيقة، مصادر، استراتيجيات جماعية ونشاطات فردية كي تحدث تغييرات حقيقية على نحو سلمي ومنتج. ستربطك شجرة المصادر مع الناس، المنظمات ووسائل الإعلام التي نوصي بها بشدة كي تساعدك على أن تصبح أكثر ثقافة وارتباطاً. لقد اكتشفت أن هناك أقل عدد من الإجراءات التي تعمل معاً والتي تستطيع أن ترجح كفة الميزان، إنها ليست متصلة. حالما نرى الصورة الكبيرة سننظر إلى ما يستطيع كل واحد منا أن يفعله للمساعدة على تحقيقها. فلنلقي نظرة على الاستراتيجيات المضادة لسيطرتهم الاقتصادية. نحن بحاجة إلى التوقف عن إنقاذ البنوك والشركات، تفكيك الاحتياطي الفيدرالي، سحب دعم دافعي الضرائب من وكالات المصارف العالمية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، السماح بتطوير عمولات بديلة ومصارف مستقلة، ورفض الضريبة العالمية. كان اهتمامي الأساسي حل المشاكل في أمريكا، لأن هذا ما أنا ملم به، لكن كما هي المعضلة عالمية كذلك هي المبادئ التي ترتكز عليها الحلول والاستراتيجيات. هنا بعض الإجراءات التكتيكية التي يمكن أن نقوم بها كأفراد لا تتطلب كثيراً من الوقت والمال للتغيير الحقيقي الآن. احصل على المعلومات وعبر عن رأيك جهاراً وتواصل مع الآخرين. ضع أموالك في مصرف محلي. عندما نسحب أموالنا من المؤسسات البنكية العالمية الرئيسة ونضعها في مصارف وتعاونيات تسليفية مملوكة محلياً، نكون قد ساهمنا في وقف تمويل المشكلة وتمويل الحل، وذلك كله بإجراء واحد. قم بالشراء والاستثمار، إذ إن كل دولار تنفقه يبعث برسالة. انضم إلى الحراك لإجراء كشف حساب وإنهاء الاحتياطي الفيدرالي، لأنه يقوم بسرقتنا. انضم إلى ائتلاف إبقاء الإنترنت نظيفاً ومكشوفاً، لا تسمح لأحد بالسيطرة عليه. ادعم الوسائل الإعلامية المستقلة، احصل على المعلومات من مصادر متنوعة، وفكر في التي يمول الأخبار التي تسمعها. ادعم الزراعة العضوية وغير المعدلة وراثياً.
انضم إلى حركات لجعل الانتخابات نزيهة، بما في ذلك ورقة الاقتراع القابلة للتقصي وإصلاحات تمويل الحملات الانتخابية. لن يصبح أعضاء الكونغرس تحت المساءلة فقط إذا توقف تمويل الشركات لهم. دافع عن تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة، تحدث عن الطاقة المجانية على الملأ. هذه ستغير القوة الحركية على الأرض على نحو أسرع من أي شيء في التاريخ المدون. التحق بنشاطات جماهيرية حاسمة، إنها استراتيجية لرفع قدراتنا من خلال الانتظار حتى توافق أعداد كبيرة منا على المشاركة قبل القيام بالنشاط. تخيل مليوناً منا يتحركون بتناسق، ثم تأمل حتى أكثر من ذلك. لقد تأثرت بالعدد الكبير للحلول الراسخة ولحلالي مشاكل الحياة الواقعية. أكيلا شيلرز واحد من الأشخاص الذين تأثرت في أعمالهم على نحو خاص. لقد توسط لإحلال هدنة بين عصابتي الكريبس والبلادز. أحد الأشياء التي اكتشفناها في عملية إحلال السلام في الحي المجاور هو أن الصراع أمر صحي، إنها الصراعات غير المنتهية التي تؤدي إلى العنف. فعندما أقمنا هدنة السلام في السنة الأولى، انخفضت جرائم القتل بحدود 44% في الحي المجاور بناء على إجراءاتنا. يصف أكيلا ما يحدث عندما يتقابل أخيراً زعيم العصابة بعد الهدنة. توجه إليه الأخ وقال له: أعلم أنك تكون لي ضغينة قوية، وربما أنا أكون لك نفس الضغينة، لكن بسبب هذه الهدنة أنا مستعد لوضع كل ذلك جانباً. ومد يده وعانقه وقال إنه أغلق عينيه لأنه كان يستعد لسكينة حادة تنغرز في ظهره. كان ينتظر رصاصة تطلق على معدته، ولكنه قال إنه بعد عدة لحظات من المعانقة لاحظ أنها كانت لحظات حقيقية، وأنه لم يكن يتوقع ذلك على الإطلاق. أعتقد أن الحصول على صورة واضحة لإمكانياتنا هو أمر مهم في الكشف عما يقف في طريقها، لذا أرغب في اصطحابك إلى عالم ممكن الحدوث في المستقبل. إنه عالم تريد منك التغمة أن تؤمن بأنه حلم مستحيل، لكنني مقتنع بأنه عالم في متناولنا بالكامل. يمكننا خلق عالم يزدهر فيه البشر، حيث يمكننا الشعور بالأمان والسلامة، وأن نضمن فيه الحصول على هواء ومياه وطعام نظيف. عالم تكون فيه المجتمعات قادرة على إنتاج طاقتها الخاصة والطعام، والتجارة تكون على نحو علني وعادل. بدلاً من التركيز على العقاب، تعوض العدالة بالمقابل الخسائر والأرزاق. تدفع شركات التأمين أتعاب الأطباء ليحافظوا على سلامة الأشخاص الصحية. يكون التعليم اختيارياً ولا يخدم إلا حاجات الأفراد بدلاً من الشركات. نحصل على معلومات صادقة من وسائل الإعلام المستقلة. لا تكون هناك إعانات مالية أو عمليات إنقاذ. تصور أنه بوجود نظام مالي شريف وضريبة منخفضة أو معدومة وفواتير منخفضة، عندها يتوافر لديك المال لدفع ثمن منزلك وسيارتك، وتكون حراً طليقاً في توفير المال واستثماره. ستستمتع بالثراء والأمان، وسيحصل كل ذلك بينما تعمل نفس ساعات العمل أو ربما أقل. لنفترض أني أسست صندوقاً استثمارياً لأبناء الحي المجاور، وامتلك كل الجيران الأسهم، وبعد معالجتهم للبيئة ترتفع قيمة أسهمهم. لذا بدلاً من استنفادهم مادياً، يبدأون بجني المال من أشياء تجعل أولادهم أكثر أماناً وتحول دون موت كوكبهم، ويكون الأمر كما لو أنك تستمتع بمنافع الأمرين معاً وتحصل على حصتك أيضاً. يصبح بإمكانك تمضية أيام الأسبوع في جني المال والمحافظة على الكوكب، ثم تذهب أيام العطلة إلى الشاطئ. هذه الرؤية من عالم مزدهر ترتكز على ما يمكن تسميته الحرية المتبادلة. هناك مبدأ واحد بسيط يحدد هذه المقاربة: اللاعنف. لن ينتهك أحد حريتك، وفي المقابل لن تنتهك أنت الآخرين إلا في حالة الدفاع عن النفس. هذه هي القاعدة الوحيدة التي أجمع الكل عليها، أقله بالنسبة إلى أنفسهم.
أعتقد أن عدم الانتهاك هو وجهة الشمال الحقيقية في بوصلة الأخلاقيات البشرية، وهو الفهم العميق المحوري للموجه. يمكن أن يرشدنا هذا الفهم العميق وأن يحمي كل فرد منا إذا أقمنا منظومات اختيارية ذات اكتفاء ذاتي. إنها طريقة العيش التي يمكنني أن أتعايش معها طوعاً. تأثرت بعمق بأعمال عالم الاقتصاد النمساوي لودفيغ فان ميسيس، الذي طور منظومة اقتصادية فلسفية متكاملة مبنية على الأخلاقيات الأساسية من عدم الانتهاك. دفعته مشاهداته للدمار الذي تسببت به الفاشية والشيوعية في أوروبا إلى تكريس حياته للعثور على منظومة عادلة. لاحظ أن تلك الأنظمة كما هي حال الاشتراكية والديمقراطية تتبنى على نحو خاطئ حقوق المجموعة وترى أنها تفوق بأهميتها حقوق الفرد بكثير. كنت دائماً أنسجم بتطلعاتي مع النظرة القائلة إن الناس سوف يزدهرون إذا اعتبرنا أن احتياجات المجموعة هي فوق حقوق الفرد، لكن بعدما تعمقت أكثر وجدت أن الأمور لا تسير على هذا النحو. جلبت الحكومات الحروب والمآسي ودمار الكوكب باسم ما هو الأفضل للمجموعة، ولقي ما يزيد على 200 مليون إنسان حتفهم في القرن العشرين وحده. كيف يغير إذن تطبيق مفهوم اللاعنف من هذه الدينامية؟ سيعبر بنا هذا المفهوم من إجراء تحسينات دائمة على نظام فاسد أساساً إلى تحول كامل، حيث لا يحصل فقط البعض أو الغالبية، بل الجميع لديه الفرصة الحقيقية للازدهار. لتحقيق مبدأ اللاعنف أرى من المنطقي أن أعيد التمحيص بصدق في ماضينا، لأن من غير المجدي محاولة بناء منظومة سليمة وفعالة على أساسات منظومة غير سليمة. يجب علينا العودة إلى أعمال الظلم الجوهرية التي بنيت عليها هذه الأمة. إن الاستيلاء على أراضي الغير وارتكاب المجازر بحق أولادهم ونسائهم وحرمان غالبية ما بقي منهم أبسط حقوق الحياة هو عمل بربري بامتياز. نحن نؤمن أن علينا التعامل معه ومعالجته بطريقة جوهرية، وعلينا تغيير المفهوم بأن الذي ارتكب منذ 150 عاماً ليس بخطيئة، إنها خطايا كبرى تستمر من يوم إلى يوم. لديك خلال تاريخ أمريكا الشمالية والولايات المتحدة ما يزيد على 500 معاهدة وقعت مع الشعوب الأصلية، حيث إن كل فرد منهم ما زال يتعرض للانتهاك. تجنى ثروات فاحشة من أراضي وموارد الشعوب الأصلية، وما زالت مليارات الدولارات تجنى سنوياً بواسطة الشركات والشعوب ذات الأصول الأوروبية جراء استغلال أراضي وموارد الشعوب الأصلية. لو لم تكن لدينا شركات كبرى وحكومات غربية تحدد لنا كيفية التعامل مع بعضنا بعضاً، نحن الذين نعيش الآن في أمريكا الشمالية، فكيف كنا سنغير الأوضاع؟ سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً وجهوداً شجاعة لتبديل الوعي وتحقيق المهمات التي ستقودنا إلى العالم الذي أتحدث عنه الآن، ولا هبة أعظم يمكننا منحها للأجيال القادمة. لا يمكننا تحقيق كل شيء دفعة واحدة. أستشرف ثلاث مراحل متداخلة لمسار الحلول. في المرحلة الأولى ندخل أكبر قدر ممكن من النزاهة إلى منظومتنا الحالية. لو اقتطعنا نصف الميزانية العسكرية فسيبقى ذلك المبلغ يعادل تقريباً ميزانية دفاع بقية أمم الأرض. بين هذا وبين التخلص من الاحتياطي الفيدرالي سيجري تحرير ما يزيد على تريليون دولار سنوياً. هذا يكفي لإطعام كل إنسان على كوكب الأرض والتعامل مع كل المسائل الاجتماعية وعلاج البيئة. يعتقد الكثير من الناس بحتمية تفشي الجوع والفقر في كل أرجاء الأرض، لكن مقارنة بأموال الحروب لا يتطلب القضاء على الفقر ومعالجة البيئة هذا القدر من المال. طبقاً لتقديرات مؤسسة ليستر براون لحسن إدارة الأرض، لا يتطلب الأمر أكثر من 200 مليار دولار سنوياً لعلاج البيئة والاستجابة لجميع متطلبات العالم الاجتماعية. لكن هذه المرحلة ليست الغاية القصوى لتحقيق الحرية المتبادلة. بينما تشتمل المرحلة الأولى على كثير من التعاطف المترافق مع أجندة ديمقراطية ليبرالية، فإن المرحلة الثانية تعكس الكثير من حكمة وجهة النظر العالمية المحافظة التقليدية. نقوم في المرحلة الثانية بتقليص الدور الحكومي في حماية الحريات الشخصية ومراقبة الأشياء التي نتشاركها معاً كالأنظمة الحياتية والفضاء الإذاعي الذي نستخدمه في التواصل.
كلما اكتسبت المنظومة نزاهة أكثر واتجهنا نحو عملة سليمة امتلأت جيوب الناس بما يكفي من المال للسيطرة على كل ما له تأثير عليهم، تولد المرحلة الثالثة من رحم الحرية المتزايدة التي يكسبها الناس من المرحلتين الأولى والثانية. عندما يصبح لديهم وفرة من الوقت والمال لن يكون هناك ضريبة مفروضة، وكذلك الأمر حكومة مفروضة. لن يكون هناك احتكار بقوة القانون، سيكون هناك قوانين لكن من دون حكام. إن الحماية الصارمة لحقوق الفرد ستفسح في المجال أمام إحقاق التكافل الاجتماعي، فيما نكون متميزين ومتحدين في الوقت عينه. مهما بدا الأمر خيالياً، إلا أنني ذهلت من رؤية هذا العدد من الأفكار الناجحة التي طبقت للتعامل مع مسائل معقدة مثل العناية الصحية، الجرائم والتعليم. تثبت تلك المراحل الثلاث صحة وجهات النظر الليبرالية التي فرقتنا أساليبهم على مدى دهور، ومن ثم جرى التوفيق بينها على مستوى جديد من اللاعنف، الأخلاقية الجوهرية التي نتشارك فيها جميعاً. تعزز المرحلة الثالثة الحافز البشري لتدرج أخيراً حقوق الجميع وليس فقط العديد أو الأغلبية. توفر الطارة الدورانية رافدة للمجتمع مبنية على النزاهة والاكتمال. إنه يحافظ على كل ما يعمل، وهو يدمج القوة الارتدادية كي تتمكن من تصحيح نفسها وتتمكن من الإبداع للمحافظة على التوازن. بإمكاننا تطبيق هذه الظواهر وغيرها من دينامية الطارة الدورانية في منظوماتنا الاجتماعية البشرية. أؤمن حقيقة بأن موائمة أنفسنا عن عمد مع نمط طاقة الحياة الجوهري في كل مستوى مادي، عاطفي، عقلي، شخصي وبيئي هي في النهاية الفن والعلم والاحتفاء بالمحبة، وهذا ما نحن هنا لنتعلمه. إن الفهم العميق الجوهري للعلاقة التي تربطنا قد غير الطريقة في مقاربة كل شيء. وجدت في حياتي الشخصية تعبيراً عملياً لهذه الفلسفة في فنون قتال الأيكيدو العصرية اللاعنفية. إنها تقدم إرشادات فعالة عن كيفية مواجهة أجندة السيطرة العالمية بفعالية وطريقة مسالمة. علم موريها يوشيبا مؤسس تلك الفنون أنه من أجل إتقان الأيكيدو على الشخص أن يقلد حركات الذرات والمجرات. فكما تندمج تقنيات الطاقة الحرة مع النمط المقبب للحصول على القوة غير المحدودة، كذلك يندمج الأيكيدو الذي هو وسيلة للانسجام والتناغم مع طاقة المهاجم، ويعيد توجيهها إلى هدف مسالم. طبق غاندي ولوثر كينغ هذه المبادئ من القوة المسالمة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. إذا تجاوبنا بعنف مع أجندة السيطرة العالمية لغير الدفاع عن النفس، فيستمر نمط نحن في مواجهتهم، ما سيبرر تطبيقهم المزيد من إجراءات الدولة البوليسية. أعتقد أنه من الضروري من الناحيتين الأخلاقية والاستراتيجية أن نسلك سبيل اللاعنف. ثمة سمة أخرى للطارة الدورانية تؤثر تأثيراً هائلاً في كيفية تجاوبنا مع التحدي البارز أمامنا. إنه مبدأ السكون المطلق أو النقطة الصفر التي تقع في نقطة وسط كل واحد من الأنظمة الحلقية. أعتقد أن كل كائن حي مجرد حقل من الطارة الدورانية يتوسطها السكون، وأن كل واحد منا مرتبط بالآخر، وأننا جميعاً مرتبطون بكون حي واعٍ ولا نهائي. بقدر ما أستفيد من تجارب الآخرين كما هو بارز هنا في الإدراكات العميقة للموجه، وبقدر ما هي قيمة الارتدادات التي تجري في العالم كما نرى في الأساسيات، تكونت لدي قناعة بأن بوصلتنا الأساسية هي مرشدنا الداخلي الخاص. كلما تعلمنا خفض الضوضاء وتضخيم الإشارات الداخلية، يمكننا أن نسمع على نحو أفضل الأصوات التي تعلمنا الحكمة وتقدمها إلينا بطريقة مباشرة. لدينا حياة داخلية كاملة، إنها حياة نشيطة وحيوية، إنها الموجه الحقيقي للمسار الذي نأخذه في الخارج.
إذا كانت الحياة الداخلية هي التي تسير كيفية مجيئك إلى العالم، من المنطقي القول إنك إذا أردت أن يكون لك علاقة بالمكان الذي تذهب إليه، أي أن يكون لك علاقة بالحياة الداخلية، يجب أن يكون لديك علاقة بالمحفز. كلما طورنا علاقة أمتن مع المسير، حدث نوع من التوافق. إنها علاقة تكافلية تمكن حياتنا الداخلية من أن تكون في ترادف مع المكان الذي نختار الذهاب إليه، فنتمكن من الوصول إلى هناك. لسنا في الحقيقة غير مهمين في تأثيرنا كما نعتقد. كي نتمكن من معالجة العالم، علينا البدء بسرد قصة مختلفة لأنفسنا، وعلينا البدء بالارتباط بقصص أخرى. إنها قصتنا المشتركة هي التي تتجلى على هيئة العالم. تمر البشرية الآن في مرحلة تطورية مهمة، بحيث ننتقل من منافسات عدوانية عنفية التي هي طبيعة الأجناس الأدنى، نحو نمط ناضج من التعاون والشراكة. ليس هناك شك في أن رأس المال يأخذ في التركز بين أيدي حفنة قليلة، وأن الذين يتمتعون بقوة كبيرة يركزونها أكثر، لكن ثمة قدرة أكبر من قوتهم، وهي قدرة البشر. عندما ننظر إلى الأزمة الآن، نرى أن من السهولة أن نخرج من حب الحياة، من السهولة أن نتحول إلى متشائمين وبائسين، لكني أرى من منظوري أن الأزمة نضجت إلى حد أنها وصلت إلى مشارف الوعي الجماعي، وهذا الشعور الذي يتفاعل بداخلي يمنحني الحيوية لمعرفة أنه مهما بدا تافهاً العمل الذي أقوم به، وفي ظل مواجهة المشاكل الكبيرة، فإن نبض التطور ليس صغيراً. وعندما يكون داخل كل فرد ممن يستيقظون من سباتهم، فهذا كبير جداً. وكلما أفاق المزيد والمزيد منا من سباتهم وبدأوا بالتواصل والجرأة على البوح، ينكشف أكثر فأكثر مخطط السيطرة العالمية، وبدأنا نكتشف الحلول التي يمكن أن تخلق عالماً نتوق إليه ونستحقه. طوال التاريخ البشري، عندما كان الناس يرون الدكتاتورية تشرئب برأسها العديم الرحمة، كانوا يتكاتفون ويدافعون عن حريتهم. أنا واثق بأن البشرية ستنظر إلى تلك الحقبة المظلمة وستفتخر بأنها عندما اكتشفت الأمر أخذت المبادرة. نشكركم على مشاركتنا هذه الرحلة. أنا مقتنع بأن لدينا متطلبات للازدهار. دعونا نحقق الحلم. Let's make it happen. A dream without a limit, and a vision so strong, every person knows.
behind. Deep inside, come together to stand up for our life. We all have what it takes to thrive. Come together while the waters rise. There's a stirring deep inside. Deep inside. Come together to stand up for our life. We all have what it takes to thrive. Come together while the waters rise. Let us do it deep inside. Deep inside. We'll come together to stand up for our lives. We all have what it takes to thrive. Come together while the waters rise. Let us do it. Takes to thrive.